بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. نكمل الفيديو اللي فات بتاع الاريزميا. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا على مقدمه في الاريزميا وشرحنا الباثوفيسيولوجي، ازاي الاريزميا بتحصل وازاي الدواء ممكن يكون بيشتغل. واتفقت معاك اتفاقيه ان معظم الانتي اريزميك دراجز مش ممكن هتشتغل بميكانيزم واحد، ممكن يبقى لها مور ذان وان ميكانيزم. واتفقت معاك قلت لك ان التقسيمه اللي اعتمدها الراجل اللي اسمه فون ويليام دي احنا مش عارفين نعمل غيرها، يعني لان الموضوع معقد قوي. فاحنا هنمشي على التقسيمه بتاعه الراجل اللي اسمه فون ويليام ونبتدي نشرح لك بقى الانديفيدوال دراجز، بس مش بالتفصيل قوي لان احنا هناخد من كل كلاس مثال واحد نقول الايه البوينتس الرئيسيه فيه. طيب احنا هنعتمد التقسيمه بتاعه فون ويليام اللي قال فيها ان انا الانتي اريزميك دراجز هقسمها على حسب الميكانيزم اوف اكشن الى كلاسز، كلاس واحد وكلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4 وحاجات اذرز، مش كده؟ كلاس 1 جه قالها ان نرجع نقسمها الى سب كلاسز A و B و C، وقال ان كلاس 1A اللي بيزود اكشن بوتنشال ديوريشن، وكلاس 1B اللي بيأثر الاكشن بوتنشال ديوريشن، وكلاس C اللي ملهاش افكت على الاكشن بوتنشال ديوريشن خالص، وبالتالي هي بتشتغل بميكانيزمات تانية. طيب هناخد اول دواء في الليستة خالص، الدواء اللي اسمه كينيدين. كينيدين ده الدواء ده هو اولا هو انتماءه الى يتصنف الى كلاس 1A. طيب كلاس 1 دي يعني صوديوم تشانل بلوكر، يعني بيشتغل على المرحلة بتاعت دخول الصوديوم، بيقفل دخول الصوديوم جوه الخلايا المختلفة اللي من ضمنها الكاردياك مايوسايت والاس اينود وغيرها. وهو كونه يتصنف كلاس 1A يبقى بيطول اكشن بوتنشال ديوريشن. اتفقنا؟ قبل بس ما ندخل في الميكانيزمات يهمنا اقول لك ان الكينيدين ده جاي من شجره بتنمو في المناطق الاستوائيه، امريكا الجنوبيه يعني بالاكثر، دول امريكا الجنوبيه. الشجره اسمها سينكونا اللي انت شايفها في الصوره دي، الشجره دي اسمها سينكونا، والقشره بتاعتها الخارجيه كلمه القشره اسمها بارك. القشره الخارجيه لما بتاخدها من الشجره يطلع منها دوايين، بقى في الحقيقه مش دواء واحد. الدوايين اللي بيطلعوا من الشجره اللي اسمها سنكونه زي ما انت شايفهم كده فوق بعض، اللي فوق ده اسمه كينين واللي تحت اسمه كينيدين. طيب النهارده احنا بنشرح الكينيدين، لكن افتكر بقى ان ابن عمه او اخوه التوأم اللي جاي من نفس الشجره دواء هتسمع عنه في الترم الثاني معانا، دواء بيعالج الملاريا، انتي ملاريا الدراج اسمه كينين، والاثنين يعتبروا ايزومرز من بعضهم. سمعت زمان انت في الكيمياء على حاجه اسمها دي وال اللي هم الاستيريو ايزومرز، او الكينين والكينيدين الاثنين دول طالعين من شجره واحده، لكن واحد انتي مالاريال والتاني اللي هكلمك عنه النهارده ده اللي هو الانتي اريزميك، انما الاثنين طالعين من نفس الايه السنكونا بارك. طيب ده من حيث المصدر. تعال بقى نتكلم على الميكانيزم اوف كينيدين. الحقيقه الكتاب جاب لك اربع او ثلاث جمل كده، لكن اول سطر اللي يهمني لان الكتاب حط لك ميكانيزمين منفصلين في سطر واحد. قال لك ان الكينيدين ده لما بنديه هو صوديوم تشانل بلوكر، كويس، ولما بنديه بيطول الاكشن بوتنشال ديوريشن او تساوي بيطول كلمه افكتيف ريفراكتوري بيريد، ما هي بنفس المعنى، تقول اكشن بوتنشال ديوريشن تقول افكتيف ريفراكتوري ذا سيم. ورجع قال بعد شويه وكمان بيقلل السلوب اوف فيز 4 دي بولاريزيشن، فهو كانه حط لك معلومتين انما في الحقيقه هو يقصد بيهم حاجتين مختلفين. تعال على الاولانيه. الاول مش اتفقت معاك ان لو دي الاكشن بوتنشال اللي بيحصل في الكاردياك مايوسايت بالشكل ده، لو انا عندي اكتوبك فوكس هنا بتبعت لي اثناء فيز 4 وعامله لي دوشه وبتعمل لي بري ماتيور اكسايتيشن، لما انت تيجي على الصوديوم تشانل تقفلها، هو الصوديوم كان بيدخل في اي مرحله؟ كان بيدخل في المرحله بتاعت اللي هي دي اللي هي الفيز زيرو. لما انت تيجي على المرحله دي تبطئ دخول الصوديوم. بالمناسبه لما تقول صوديوم تشانل بلوكر مش معناها يقفل كل التشانلز، معناها لو هم 100 يقوم يقفل نصهم مثلا، يبقى المفتوح ايه نص الكميه، يقوم الصوديوم اثناء الديبولاريزيشن بدل ما كان بايه بيدخل الخلايا بتاعت الميوكارديوم في زمن قليل قوي يبتدي ياخد وقته شويه يبطأ. لما الصوديوم يبطأ يبتدي الاكشن بوتنشال يبطأ، يبقى عامل بالشكل ده. يبقى احنا جينا على الاكشن بوتنشال على الاوفر اول اللي هو الفيزز كلها، بطأنا تحديدا الفيز رقم زيرو، هي دي اللي خدت وقت. فعلى بعضهم كده لما تاخدهم على بعضهم يبقى الشكل عامل كده. يقوم الاكتوبك فوكس دي اصبح النهارده بتجيلي وانا في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، يبقى انا كده مش هحس بيها. لكن قبل ما اسيب الجزئيه دي بقى
هفكرك واقول لك اوعى تنسى ان انا ممكن يكون كان عندي هنا اكتوبك فوساي تانية وانا مش حاسس بيها لانها كانت بتجيلي في الايه، في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاع الضربه التانية كده. دلوقتي انا لما طولت الاكشن بوتنشال ديوريشن هناك فرصه ان اللي انا ما كنتش حاسس بيه يبتدي يعمل لي مشكله. المشكله دي هنتكلم عنها اللي اسمها تورسات دي بوينتي، نوع تاني من الاريزميا خالص. اتفقنا؟ يبقى هو دلوقتي لما بيقول لك انه بيطول اكشن بوتنشال ديوريشن قصده بيتكلم على الكاردياك مايوسايت. يبقى هو بيعمل الحكايه دي فين؟ في الكاردياك مايوسايتس اللي هي الكونتراكتايل سيلز اوف دي هارت. اتفقنا؟ انما لما يجي بقى في المعلومه الثانيه اللي في نفس السطر يقول لك ده بيقلل كمان السلوب اوف فيز 4 دي بولاريزيشن، يبقى هو كانه نقل بقى الكلام على الاس اي نود. لان انا قلت لك في الفيديو اللي فات ساعه ما تقول كلمه فيز 4 دي بولاريزيشن انت بتتكلم على الاس اي نود، وقلت لك المره اللي فاتت ان الرسمه دي في الاس اي نود ما تبقاش بالشكل ده. الاس اي نود الرسمه بتاعتها الدي بولاريزيشن او الفيزز يعني الاكشن بوتنشال عامل كده كده، وبعدين اللي هنا ده فيز 4. فيز 4 بتبقى طالعه زي ما قلت لك كده لها سلوب، سلوب يعني زاويه ميل. وقلت لك ان السبب في هذا زاويه الميل دي ان الصوديوم بيبتدي يتسرب بالراحه اثناء الريستنج كونديشن جوه الاس اي نود عشان يوصلها لكريتيكال ليفل عشان يحضرها انها تعمل انذر اكشن بوتنشال. وقلت لك يومها في الفيديو اللي فات قلت لك ان الحكايه دي هي المسؤوله عن كلمه اوتوماتيستي، وهو ده السر اللي مخلي الاس اي نود يحصل لها سبونتينيوس دي بولاريزيشن. حكايه ايه؟ التسرب اللي بيحصل اثناء الراحه. يعني في الكاردياك مايوسايت الخلايا اثناء فيز 4 ريستنج مفيش فلات خالص، ما مستريحه. انما الاس اي نود لا، الصوديوم بيتسرب بالراحه كده لحد ما يوصلها زي ما قلت لك للكريتيكال ليفل. او لما يقول لك بقى ان الكينيدين بيقلل السلوب اوف فيز 4 دي بولاريزيشن قصده انه كمان بيقفل الصوديوم تشانل هنا، مش بس قفلها في فيز 0 في الكاردياك مايوسايت، لا وكمان قفل دخول الصوديوم في فيز 4 اللي هي في الاس اي نود. يقوم لما يقفل دخول الصوديوم يعني يخلي ايه، بدل ما الصوديوم يدخل يخلي الاس اي نود تدخل في فايرنج بسرعه، لا يبطئ الحكايه دي. يقوم لما يبطئ الحكايه دي المهم يبان الكيرف، لو انت بتسجل الكيرف كده برسم بياني يبان ان الكيرف عامل كده. يبقى انت ايه السلوب يعني زاويه الميل، يبقى انت كونك منعت دخول الصوديوم يبقى بدل ما الكيرف طالع لفوق كده وهيعمل بريماتيور اكسايتيشن، لا يبقى الكيرف ايه يعني قريب من انه يبقى فلات، ويبقى ايه الضربه الثانيه تيجي متاخره شويه. كانك عايزك كانه عايز يقول لك انه بيهدي الريت اوف ذا اس اي نود فايرنج، يعني بيخلي استجابه الخلايا بتاعت المايوكارديوم بيرحل فيز 4 بعيد، تقوم الاكتوبك فوكس ما ايه اذا كان في اكتوبك فوكس يعني ما تاثرش عليا. واذا كانت المشكله جايه من الاس اي نود اهو عمل لك ايه، قفل الصوديوم تشانل في الفيز 4 بتاعت الديب بتاع الاس اي نود وعمل لك المنظر ده. كان كده الوقت هو بيشاور لك على حاجه على حاجتين في نفس الوقت، قفل صوديوم تشانل مره في المايوسايت وعمل ايه، وقفل صوديوم تشانل مره في الاس اي نود وعمل ايه في الفيز 4 دي بولاريزيشن. اتفقنا يا بطل؟ ده كده اول سطر. تاني سطر في الكينيدين لما قال لك ان هو له حاجه كده في الكوندكشن، هو له تاثير كمان على الكوندكتنج سيستم، وده مش غريب لان انا قلت لك ان معظم الانتي اريزميك دراجز هتشتغل على الخلايا نفسها والالكتروفيسيولوجي، وكمان هتشتغل على موضوع الكوندكشن لان الاريزمي قلت لك انها بتبقى كومبلكس. طب ايه بقى فيما يخص الكوندكشن؟ الكينيدين بيعمل حاجات يعني تحس انها عكس بعضها كده، يعني حاجات مش مبلوعه. اولا الكينيدين اذا اديته بسمول دوز، سمول دوز يعني قرص مثلا في اليوم، يروح يعمل حاجه بيسموها اتروبين لايك اكشن. اتروبين لايك ساعات يسموها فيجوليتك، ما هي نفس المعنى، يعني بيقفل الايه الماسكارينيك ريسبتور. ده الكلمه دي قالوها لك زمان في الاوتونوميك، لما انت يبقى لك اتروبين لايك اكشن كانك عايز تزود الكوندكشن، كان الدواء الكينيدين ده بيزود الكوندكشن لو اتاخد بسمول دوز. طب دي حلوه ولا وحشه؟ لا ده مش حلوه، ده نيله، ده اللي عنده اريزميا اوحش كلمه تقولها له انك تزود له الكوندكشن. ليه؟ هنفرض يا اخي ان الاريزميا كان سببها حاجه فوق هنا سوبرا فينتريكولر، يعني في اكتوبك فوكس هنا. طب ده انت كان الاولى ان انت تقطع الكوندكشن عشان الفوكس دي ما تبعتليش للفنتريك، ما تعمليش قلق. طب كونك انت بتزود الكوندكشن بالاتروبين لايك اكشن يبقى انت كده دي حاجه وحشه في الكينيدين، حاجه مش كويسه وهتعمل لي مشكله بعد شويه، الحكايه دي هتعمل لنا مشكله بعد شويه. انما رجع الراجل يقول لك ايه، او يعني الناس اللي بيدافعوا عن الكينيدين يقول لك بس هو احنا قلت لك انه في السمول دوز، انما لو اتاخد بالثيرابيوتيك دوز، ثيرابيوتيك دوز يعني مثلا ثلاث اقراص في اليوم، يعني تدي العيان قرص او قرصين ساعات، قرصين ثلاث مرات في اليوم، يبتدي يعمل انهبيشن للكوندكشن.
اهو كلمه انهبيشن للكوندكشن دي حلوه، دي كويسه، دي انا عايز اسمع الكلمه دي، لان عشان لو بيعالج اريزميا سوبرا فينتريكولار يحميني منها، يبقى مش بس بيشتغل على الخلايا نفسها، لا وبيشتغل كمان على الكوندكتنج سيستم. كويس كده يا بطل. هرجع انا اقول لك ان الكلام ده كله برضو غير، يعني مش حلو في الكينيدين، وده اللي كرهنا فيه، وبعد شويه هقول لك ان انا كره، احنا كرهنا الكينيدين بسبب الحاجات المعقده دي. طيب، لان احيانا في دكتور مثلا يبقى ايه عايز يدي كينيدين، هو المفروض الجرعه الدوز بتاعته اور 3 مرات في اليوم. ساعات الدكتور يقول لك بس ابتدي بسمول دوز الاول على ملعان ايه يبتدي جسمه يتعود على الكينيدين. طب ما هي السمول دوز اللي هتبتدي بيها دي هتزود الكوندكشن وتدخل العيان في مشاكل هنشوفها بعد شويه. طيب يبقى كده ليه ده يبقى ميكانيزم واحد، ميكانيزم اتنين. تالت صفه للكينيدين، وهي لا تعتبر ميكانيزم بقى، تعتبر صفه وليست ميكانيزم، ايه الصفه الثالثه بتاعته؟ بيقفل الالفا ريسبتور. طيب هل الالفا ريسبتور دي تلزمني النهارده في حاجه؟ الاجابه لا. طب كونه قفل الالفا ريسبتور يعمل لي هايبوتنشال، يوطي ضغطي، يبقى ده يتنقل مع الادفيرس افكتس، يبقى الكلمه دي تتنقل على طول مع كلمه ادفيرس افكت، لان انا ما كنتش محتاجها في الميكانيزم. انا لما باجي اتكلم على الاريزميا عمري ما جبت سيره الفا ريسبتور خالص ولا احنا اتكلمنا عنها، فاذا يبقى ده ادفيرس افكت. طيب الصفه الرابعه بتاعته او يعني الحاجات اللي بتقال، الدواء ده له نيجاتيف اينوتروبيك افكت، يعني بيضعف الكونتراكتيليتي بتاعه الهارت. نيجاتيف اينوتروبيك يعني بيخلي الكونتراكشن ضعيف، يبقى اذا مرضى الهارت فيلير هينضروا لو خدوا كينيدين. طب هل ده برضو لازمني في الميكانيزم؟ لا، ده برضو يترحل مع الادفيرس افكت. كان الكتاب عندك جاب لك الميكانيزم 4 نقط، اول نقطتين بس اللي لهم علاقه بالميكانيزم، انما النقطتين التانيين يترحلوا مع الادفيرس افكت. دي مشاكل، كونه بيقفل الالفا ويوطي ضغطي، كونه له نيجاتيف اينوتروبيك، فدي كلها مشاكل تتقال مع المشاكل بتاعته. كمان الكتاب يقول لك له انتي مالاريال افكت. انا بقى هقول لك هوضح لك واقول لك هو مش لون، هو اللي له انتي مالاريال، هو اخوه التاني اللي اسمه كينين، هو اللي كان بيعالج نوع معين من الملاريا، نبقى نكلمك عنه ان شاء الله في الترم الثاني، اللي بيسموها مالجنانت ملاريا، بتحصل ببلازموديوم اسمه بلازموديوم فالسيبارم. فهو الكينيدين مش هو المتخصص في الملاريا، ده ابن اخوه الثاني اللي متخصص، انما ما يمنعش بما انه ايزومر من اخوه فيبقى له شويه انتي ملاريا الافكت، انما كل ده ما يلزمنيش دلوقتي. انا بس يلزمني نقطه واحد ونقطه اتنين اللي هو الميكانيزم بتاع الكينيدين از انتي اريزميك. طب يا بطل ندخل بعد كده في الاستخدامات بتاعه الكينيدين. كينيدين بعد الهيصه والشغلانه اللي انا شغلتك بيها دي كلها، هفاجئك واقول لك انه ما عادش بيستخدم كتير. كتير قوي من المستشفيات في العالم والدكاتره بتوع القلب كرهوه. طب كرهوه ليه؟ تعال نعد ايه اسباب الكره يعني، وليه؟ اولا هو كان يعني الكينيدين من حيث ينفع، هو ينفع يعالج حالات كتير من الاريزميا، يعني عشان نديله حقه يعني قبل ما ندخل في مشاكله. هو ينفع يعالج الاريزميا لو كانت سوبرا فينتريكولار، لو كانت جايه من هنا، او ينفع يعالجها لو كانت فينتريكولر، ينفع يعني، هو يعتبر يتصنف برود سبيكترم. كويس، انما ليه بقى بنكرهه وليه ما بنستخدموش من النهارده؟ والنهارده ممكن تفتح كتاب كده اي كتب كتير قوي تلاقي الكينيدين سطرين سطرين بس، ويقول لك خلاص ما عدناش بنستخدمه. نمره واحد، الكينيدين بيعمل اعراض يسموها سينكونيزم. سينكونيزم نسبه للشجره اللي جاي منها، هو جاي من شجره اسمها سينكونا اللي انا وريتك صورتها. سينكونيزم بقى يعني تسمم، اعراض التسمم. العيان اللي بياخد كينيدين بيجي له شويه اعراض كده عجيبه، يعني مثلا يجي له حاجه اسمها رينجنج ان ايرز، يجي له حاجه زي يقول لك انا سامع وش في وداني، سامع صوت جرس في ودني، سامع حاجه بترن في ودني اسمها رينجنج ان ايرز. وساعات يجي له هيدك، وساعات يجي له بلير ديفيجن يبقى عينه مزغلله، وساعات كمان يجي له سلايفيشن زائد الهايبوتنشن اللي قلت لك عليه. اهي الاعراض دي كلها كون يجي له بلير ديفيجن وسلايفيشن ورينجنج ان ايرز على بعضهم اسمهم سينكونيزم. تاخد بالك منها يا بطل لانها بتيجي في الام سي كيو كتير. يقول لك عيان عنده ما اعرفش 65 سنه واشتكى من اتريال ما اعرفش فايبرليشن او فلاتر او مش عارف ايه، وخد دواء انتي اريزميك، ولاحظنا بعد يومين انه بيشتكي من رينجنج ان ايرز وسلايفيشن وبلير ديفيجن وضغط واطي، الله، يبقى هو قصده على كلمه سينكونيزم، او يكون الاختيارات قصده على انه اتكتب له كينيدين، يبقى ناخد بالنا من كلمه سينكونيزم دي. ده اول مشكله كرهتنا فيه حكايه التسمم اللي احنا سميناها سينكونيزم دي. تاني مشكله هيعملها الباشا اللي اسمه كينيدين، هيعمل لك هايبوتنشن. ايوه طبعا منطقي لانه قفل الالفا ريسبتور بلا داعي. طب تالت مشكله ساعات يعمل كلمه بارادوكسيكال تاك، تا
تاكي كارديا. اولا بارادوكسيكال يعني متناقض او عكسي او ما كانش يجب انها تحصل. ايه بقى كلمه بارادوكسيكال تاكي كارديا دي؟ هي جايه من انه الكينيدين في السمول دوز زي ما قلت لك ساعات بيعمل بيزود الكوندكشن، بيبقى له اتروبين لايك اكشن. تخيل كده معانا ان ده عيان جالك العياده، انت راجل استاذ امراض قلب وكاتب على يافطتك كده دكتور فلان استاذ امراض القلب، وجالك الراجل ده عنده اتريال ايه فلاتر او فايبريليشن، وانت شخصته فايبريليشن يعني الاتريال بيضرب بريت سريع او 200 مثلا او 250 او 300، فانت قمت كاتب له كينيدين. طيب وهو في الاول بتبقى انت خايف من السنكونيز، فانت بتقول انا هدي كينيدين الاول، هدي له قرص كده وبعدين هزود قرصين وبعدين وهكذا. طب ما هو السمول دوز اللي انت ابتديت بيها دي قالوا لك ان لها اتروبين لايك اكشن. اتروبين لايك اكشن يعني هتزود الكوندكشن، يعني هتقلب الاتريال فايبريليشن الى فينتريكولار فايبريليشن. يبتدي العيان بقى بعد ما كان الاتريام بس هو اللي سريع، بقى الاتريام والفنتريكل ده ممكن العيان يموت فيها الحكايه دي. ولذلك كانوا زمان يقولوا ايه، لو انت عايز تدي كينيدين لعيان عنده اتريال فلاتر او فايبريليشن يجب انك تدي قبله دواء يقلل ايه، يضمن لي الحكايه دي، يقطع الكوندكشن عشان يامنني، لان هو الدواء ممكن زي ما قلت لك في الاول يزود الكوندكشن. تدي قبله ديجوكسن اللي هو الديجيتاليز او فيرابامين، اختار لك واحد منهم براحتك. وإذا سألت ليه بتدي لا ده أو ده قبل الكينيدين، قلت جارد أجينست بارادوكسيكال تاكي كارديا، علشان واحد من الاثنين دول هيقطع الإيفي كوندكشن، يبقى أنا مأمن نفسي. لو الكينيدين زود الكوندكشن بالأتروبين لايك إفكت بتاعه، يبقى أنا إيه عامل حسابي ومأمن نفسي، يبقى العيان مش هيدخل مني في فينتريكولار تاكي كارديا ومش هتجيله المشكلة دي. أهو ده برضو من الحاجات اللي مكرهانا فيه، كونه يعمل لك بارادوكسيكال تاكي كارديا وكوني لازم ادي قبله يا ديجوكسين يا فيرابامين، ما الحكايه دي كرهتنا فيه برضه، لان كده العيان هياخد مني دوايين بقى مش دواء واحد. تاني حاجه بقى دي تجي لك سؤال في الام سي في اسمه، احنا عندنا نظام الاسئله اسمه جيف ذا ريزون. جيف ذا ريزون يعني قول السبب، فتلاقي الممتحن يقول لك ليه بندي ديجوكسين او فيرابامين قبل الكينيدين، تشرح له بقى القصه دي. تعال بقى للايه لاخطر واحده فيهم اللي انا مأخرها لك للاخرانيه بقى، دي اللي انا سايبها لك للاخر. اخطر واحده فيهم الكينيدين ساعات يعمل لنا كلمه ايه بقى، ها سينكوب. سينكوب يعني ايه؟ العين يغمى عليه. تعال بقى نحللها، طبعا عارفها بس انا هعيدها لك تاني. ادي يا بطل الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك مايوسايت كان عامل كده، وهنفرض ان انا كان او العين ده كان عنده اكتوبك فوكس زي ما قلنا اكتر من مره، كانت بتجيني اثناء فيز 4 وبتعمل لي مشكله وانذر اكشن بوتنشال. جيت انت اديت كينيدين، كان عندنا اكتر من اكتوبك فوكس، كان عندنا افرض العين مثلا عنده 20 اكتوبك فوكس، قلت لك بيبقى حاسس بدول اللي بيقولوا في فيزر 4، لكن هو مش حاسس بدول لان هما بيجوا لي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. جيت انت اديت كينيدين، قام الكينيدين جاي مطول اكشن بوتنشال ديوريشن، اهو يا بطل اهو. الله، كده انت طولت اكشن بوتنشال ديوريشن، ضيعت الفرصه على دول لان عادوا دول بيجوا لي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، خلاص ما كنتش هحس بيهم. انما انت لما رحلت فيز 4 كده، دول بقى اللي ما كنتش حاسس بيهم هيبتدوا يجوا لي اثناء فيز 4 ويعملوا لي الارزميا الخطيره جدا اللي اسمها تورساد دي بوينتي، او تقول تورساد دي بوا زي ما انت عايز تقولها، قولها، اللي هي بيسموها ساعات بوليمورفيك فينتريكولار تاكي كارديا. يبقى العيان كان بيشتكي من اكتوبك فوكس او اتنين، فانت عالجته منهم وقمت مدخله في 20 غيرهم، فالعاني يقوم جاي له صادن تاكي كارديا. وطالما صادن تاكي كارديا وساعات يسموها ليه يسموها بوليمورفيك، بوليمورفيك لان ممكن يبقى فيه هنا 20 اكتوبك فوكس يجولي ان ذا سيم تايم، تلاقي القلب ما عادش عارف الاشاره جايه له منين، الفنتريكل كان مليان اكتوبك فوساي وانا ما كنتش حاسس بيهم من الاول، الوقت كده الكينيدين خلاني احس بيهم، خلاهم يعملوا لي مشكله. فيبتدي لو انت بقى شاطر في رسم القلب ان شاء الله لما تدرس اي سي جي في سنه 5 في البطنه، هيقولوا لك طبعا احنا اتفقت معاك في الفيديو اللي فات ان كونك تطول الاكشن بوتنشال ديوريشن الحركه دي انك كانك بتساوي انك بتطول الكيو تي انترفال، يعني تبان في رسم القلب كده. فتلاقي مثلا كان رسم القلب عامل كده اهو، كان ده رسم القلب بتاع العيان، جيت انت اديت له كينيدين، قام الكينيدين شوف عامل ايه، قام مطول الكيو تي، ادا الكيو وادا التي اهي اهو، الكينيدين عمل كده، قام مطول الكيو تي، تمام كده. اول ما كيو دي تي تطول معناه الاكشن بوتنشال طول بالطريقه دي، ممكن فجاه تلاقي العيان دخل في المنظر ده، وبعدين لو امبليتيود ويفز وبعدين هاي امبليتيود بالظبط كده. اهو الارزميا دي اسمها تورسات دي بوينتي، ولازم ده ممكن يموت طبعا، ده ممكن يجيله سينكوب ويموت فيها الحكايه دي.
ممكن بقى العيان ده لو انت عايز تلحقه، وان كان الكتاب ما جابش السيره، لكن ممكن تلحقه بحقنه اسمها مغنيزيوم صلفيت، عشان بس لو شفت المعلومه دي في كتاب اجنبي او ام سي كيو اجنبي، لو قال لك العيان حصل له كلمه تورسات دي بوينتي وعايزين نلحقه، قول له حقنه مغنيزيوم صلفيت بسرعه، هي الوحيده اللي تلحق العيان ده لو لحقته. لان العيان ده غالبا لما بتجيله الحكايه دي بيجيله اغماء، اللي هو سينكو، يغمى عليه. والله بقى لو اتلحق وراح المستشفى ولحقوه في المستشفى، يدوا له الحقنه المغنيزيوم صلفيت، تقوم عامله له ستابلايزيشن ومرجعه الريزم لطبيعته تاني. وفي الحاله دي بقى الكينيدين بنسميه تورسادوجينيك. تورسادوجينيك يعني هو بيدخل الناس مننا في تورسات دي بوا او بوينتي. اتفقنا يا بطل؟ يبقى الحاجات دي كلها كرهتنا في الكينيدين. انا بقى كمان خبيت عليك يعني سايد افكت اكتر من اللي انا قلتهم لك. انا عديت لك بس اربعه، قلت لك انه بيعمل سينكونيزم وهايبوتنشن وبارادوكسيكال تاكي كارديا، وبيعمل سينكوب نتيجه التورسات دي بوا او دي بوينتي دي. انما خبينا عليك حاجات تانية كتير قوي، لان زي ما قلت لك احنا مش عايزين نفصل قوي في الكينيدين، على اعتبار ان هو خلاص ما عادش حد بيستخدمه كتير. كفايه قوي، يبقى كتر الف خيرك لو عرفت الايه الكم معلومه اللي احنا قلناهم في الكينيدين دول. لن يخرج اي سؤال في الكينيدين سواء ريتن او سواء ام سي كيو عن المعلومات اللي احنا ذكرناها دلوقتي. الكينيدين بقى له شبيه بي من نفس الكلاس، من نفس العيله، برضو بيتصنف كلاس 1A، اسمه بروكيناميد. بروكين امايد. ايه بقى البروكين امايد؟ البروكين امايد هو يعتبره كينيدين مع الفروقات الاتيه. نمره واحد، المصدر هو مش جاي من السنكونا بارك، مش جاي من شجره السنكونا، ده مصدر تاني. اتنين، الكينيدين في السمول دوز انا قلت لك انه بيبقى له اتروبين لايك اكشن وبيزود الكوندكشن وممكن يعمل لنا ايه بارادوكسكال تاكي كارديا. البروكين امايد الحكايه دي قليله، يعني هو برضه له اتروبين لايك اكشن لكن ليس ذان كينيدين، وبالتالي فرصه انه يدخلني في بارادوكسيكال تاكي كارديا اقل من الكينيدين، وبالتالي برضه احتياجي للديجوكسين واحتياجي للفيرابامين قبله اقل. يعني انا ممكن ادي بروكينامايد لوحده انما ما اعرفش ادي كينيدين لوحده، لازم ادي قبله ديجوكسين لان انا خايف من الاتروبين لايك اكشن، لكن ده بما انه له اتروبين لايك اكشن اقل من الكينيدين كتير ما بيخوفنيش قوي. يبقى ده تاني فرق. تالت فرق بقى اللي بيجي لنا في الام سي كيو كتير، الدواء البروكينامايد ده بيعمل سايد افكت مشهور جدا اسمه اس ال اي لايك سندروم، وانا كلمتك بالتفصيل على كلمه اس ال اي دي وانا بشرح دواء اسمه هيدرالازين. زمان قلت لك ان بعض الناس اللي عندهم حاجه اسمها سلو اسيتيليشن، اللي هو الميتابوليزم عندهم بطيء في الليفر، يقوم بعض الادويه دي ما يحصلهاش ميتابوليزم وتتحوش في الدم وتبتدي تعمل لهم اعراض جانبيه، يبتدي العين يجيله راش تحت عينيه، ويبتدي يجيله ارثرايتس، ويبتدي ممكن الكرياتينين كمان يعلى، يجيله الاعراض كما لو كان عنده المرض اللي اسمه سيستميك لوبس اريثيماتوزس. هو المرض مش عنده انما الدواء عمل له اعراض شبيهه بالمرض، فنسميها اس ال اي لايك سندروم. وهتلاقي الكتاب جايب لك مربع كده على اليمين قال لك ادي الادويه اللي مشهور انها بتعمل اس ال اي لايك سندروم في الناس، اولهم الهيدرالازين، اولهم، تانيهم البروكينامايد اللي انا بكلمك عنه، ونمره 3 و4 بقى حاجات زي الكينيدين والفينيتوين والايزونايزيد وغيرهم. خد بالك منها برضو اللي تجيلك في الام سي كيو، يقول لك وان اوف ذا فولوينج مي انديوس اس ال اي، او يقول لك كل دول بيعملوا اس ال اي ما عدا، يحط لك بقى دواء ما هوش من الخمسه اللي محطوطين عندك في المربع الغامق ده. يبقى ادي البروكينامايد، مش عايزين نطول فيه، ندخل بقى على الكلاس الثاني اللي اسمه ايه تبع فون ويليام، كلاس 1 برضو، فهو صوديوم تشانل بلوكر بس كلاس 1 بي. وطالما قلت كلاس 1 بي اهو هنرسم الاكشن بوتنشال اهو عامل كده. طالما قلت كلاس 1 بي يبقى بيأثر اكشن بوتنشال ديوريشن ازاي؟ هتيجي على الصوديوم تشانل تقفلها اهو، يبقى انت بتبطئ الفيز دي، لكن تيجي على ايه فيز 1 و2 و3 وتسرعهم، فتلاقي المنظر عامل كده. يبقى انت في الاخر عملت ايه؟ يبقى انت في الاخر بطأت فيز 0 لكن سرعت فيز 1 و2 و3، فالمجموع بتاعهم على بعضه كده، يبقى انت قصرت الاكشن بوتنشال ديوريشن، او تقول قصرنا الافكتيف ريفراكتوري بيريود، هي نفس المعنى. طب وكان قصدك ايه؟ كان قصدي ان انا كان عندي اكتوبيك فوكس كانت بتجيلي في فيز مثلا هنا، فانا لما اقصر الاكشن بوتنشال هجيب فيز 4 شويه كده، والاكشن بوتنشال الثاني يبقى وراها على طول، فالاكتوبيك فوكس دي تيجي لي في الابسوليت ريفراكتوري بير بتاع الضربه الثانيه، كاني بضم الضربات على بعضها كده. اشهر دواء ينتمي للعيله، طبعا عندنا ادويه كتير تنتمي للعيله دي، بس اشهرهم واكثرهم استخداما يعني
دواء اسمه ليدوكين، بتاخد بالك منه عشان بيجي كتير قوي في الام اس كيو. الليدوكين له اسمين تانيين تاخد بالك منهم، له اسم اسمه لجنوكين، لجنوكين، والاسم التاني اللي مش موجود عندك اسمه زايلوكين. يبقى دول الاسمين التانيين. فانت ممكن السؤال يجي لك في الام اس كيو بالثلاث اسماء دول، اما يقول لك ليدوكين او زايلوكين او لجنوكين. اولا الليدوكين ده هو اصلا لوكال اناثيتك، ده البنج بتاع السنان اللي اطباء الاسنان بيستخدموه في العيادات بتاعتهم، وهو ده البنج اللي احنا قلنا لك مره زمان في الاوتونوميك ان احنا بنحطه مع الادرينالين علشان يعمل له برولونجيشن للاكشن بتاعه، اللوكال اناثيتك الافكت بتاعه يعني. يعني هو في الاصل بنج بتاع سنان، انما اتضح بقى اما جم العلماء يدرسوه لقوه بيقفل الصوديوم تشانل كويس في الفيز اللي هي فيز زيرو دي، ولما يقفل الصوديوم تشانل يعمل الحركه اللي قلت لك هيعمل المنظر ده، يبطئ الفيز زيرو لكن يسرع الباقيين، وبالتالي ياثر الاكشن بوتنشال ديوريشن. فده الميكانيزم بتاعه. اللي انا عايزك تاخد بالك منه بقى ان في الليدوكين ده ان هو متميز جدا على الدامج التيشو، اما يكون في تيشو فيه دامج يبقى متميز او يروح ينقي الحته الخسرانه ويشتغل عليها. طب ده بيخليني يعني اقول لك معلومه وافسرها لك. كون الليدوكين يبقى متميز جدا بانه بيقفل صوديوم تشانل في التيشو اللي هو فيه دامج، يبقى هيخليه الدواء الاساسي لعلاج الاريزميا ديورنج اكيوت مايوكارديال انفاركشن. كويس كده يا بطل؟ يبقى هو لو جالك في الامتحان يقول لك انا عايز دواء الدكتور يديه في العنايه المركزه، العيان داخل باكيوت ام اي وحاصل له تاكي كارديا ولخبطه وعايزين دواء يعني يعمل ترمينيشن دلوقتي وفي الاكيوت ستيج، يبقى الليدوكين. الاجابه التفسير ايه؟ ان هو متميز في انه انتي اريزمك وبيروح ينقي الدامج التيشو يشتغل عليها، ما بيشتغلش اكتر يعني كتير على النورمال تيشو. هفسر لك بقى حاجه كده يعني ايه، ان ما فهمتهاش مش قضيه قوي يعني، تفهمها ما تفهمهاش هي حاجه ليك انت. بص يا بطل، لو ده التيشو اهو، لو ده حته في المايوكارديا، المنطقه في المايوكارديا اهي، اعتبرها الاي دي، والمنطقه دي كان السيجنال ماشيه فيها بهذا الشكل، البركنجي فايبر مثلا اتجاه الامبلس مثلا كده، قامت جاي لعند حصل له مايوكارديال انفاركشن، فالحته دي الجزء ده كده دي ماتت خلاص، دي بقى حصل فيها نيكروزس، فاصبحت النهارده المنطقه دي خلاص ميته. السيجنال تمشي ازاي يا بطل؟ السيجنال اللي هي الخطوط الحمراء دي هتمشي ازاي؟ اللي هي البركنجي فايبر دي تبتدي بقى، اولا دي مش هتمشي خلاص لان الحته دي بقت ميته، فاذا دول كلهم خلاص كده. تبتدي بقى فيه هنا حاجه ساعات تحصل كده لا على البال ولا على الخاطر، تبتدي السيجنال اللي كانت جايه اصلا دي وقابلت الحته تقوم لفه كده، بتلف حوالين الدامج التيشو عشان تتفادى الايه الاوبستكل ده، تقوم الاشاره لفه كده وجايه لفه كده. ساعات بقى الاشاره وهي بتلف كده يا بطل ركز بقى كده، تقوم مكمله ولفه تاني وراجعه تاني، وتقوم لفه حوالين المنطقه الدامج دي. طالما السيجنال الكهرباء لفت حوالين منطقه كده، تقوم تعمل لي الكلمه اللي انا قلت لك في الفيديو اللي فات اللي اسمها ايه، ري انتري. وري انتري يعني تاكي كارديا. اهو اللي انا رسمته لك ده هو احد الاسباب اللي بتخلي المريض اللي عنده ام اي يجي له تاكي كارديا. الرسمه اللي انا على السبوره دي، حته ماتت اهي، حته دي بقت نيكروتيك، بدات السيجنال تلف حواليها وتعمل ري انتري، تفضل تلف كده في يوني دايركشنال باترن. الليدوكين بقى متميز جدا على الحكايه دي، يجي على القصه دي يقفل مش عايز شكرا، ويقفل الصوديوم تشانل ويقلل اكسايتابيليتي، والاشاره دي ما تعملش الحركه اللي اسمها ري انتري فين؟ في المنطقه اللي فيها مايوكارديال انفاركشن. يبقى تاني يا بطل باكد عليك، اذا جالك سؤال يقول لك عيان عنده ماي اكيوت ام اي وعايزين دواء، قول له ليدوكين. هو بقى عبقريته كلها في اللي انا قلت لك عليه ده، هو ملوش افكت قوي على الكوندكشن، يعني من الادويه اللي يكاد يكون الميكانيزم بتاعها محصور على الكلمتين الصغيرين قلتهم لك، انما هو الافكت على الكوندكشن ما هوش زي الكلمه، لا مش زي الكينيدين، لا بيزود ولا بيطول كود ولا حاجه، وبالتالي ما ينفعنيش في لو الاريزميا كانت، لو كانت سوبرا فينتريكولار اريزميا هو ما ينف... لا يضرني ولا ينفعني، يعني هو لا يضرني زي الكينيدين ولا ينفعني فيها لانه ملوش علاقه بالكوندكشن قوي. وان كان في بعض الكتب بتقول ان الليدوكين بيقلل شويه الكوندكشن، بيقلل، وطالما بيقلل يبقى كويس مش وحش، انما على اي حال الافكت بتاعه في الكوندكشن ده لا قيمه له بالنسبه لي.
عايز بس انبهك لحاجه تانية مهمه قبل ما اسيب الليدوكين. الليدوكين ما بتاخدش اورال ابدا، ما بتاخدش اقراص ابدا، لان اذا الليدوكين اذا اتبلع اورال الليفر بيكسر منه 100%، هما مش 100% يعني، بيكسر منه تقريبا تقريبا بالنسبه بالظبط 96%، يعني تبلع القرص يقوم الليفر ما يرحمش يكسره، وبالتالي قال لي يبقى ما ينفعش خلاص، يبقى لازم يتاخد حقن انترافينس في الطوارئ زي ما قلت لك في الاكيوت ام اي. اللي بتاخد بقى زميله بالظبط، زميل الليدوكين اخوه التوأم، والفرق كل شوف زي الليدوكين في كل حاجه ما عدا في حته ازاي يتاخد بقى دي. الدواء التاني اللي زيه اللي هقول لك عليه اسمه ميكسيليتين. الميكسيليتين ده زي الليدوكين بالظبط في كل شيء، في الميكانيزم واليو كل حاجه، انما بتاخد اورال ما بيحصلوش فيرست باس بايه ميتابوليزم في الليفر زي الليدوكين كده. وبالتالي بقى هتلاقي الممتحن يقول لك ايه، يقول لك احنا عايزين يا بطل عندك دوايين متخصصين على الدامج التشو، هم بتوع الايه، بيقفلوا الصوديوم تشانل في المناطق المصابه، هم بتوع المايوكارديال انفاركشن، بس الاولاني بما انه حقن بس فاصبح ده بتاع الاكيوت ستيج، اما يكون العيان في اول 24 ساعه في العنايه المركزه، انما لما يروح بقى وانت عايز تمشيه على دواء اورال على مهلك بوست مايوكارديال انفاركشن مشيه على الميكسيليتين، لانه ممكن يتاخد اورال. ما انت مش ما انت مستحيل تمشي عيان بقى بعد ما يطلع من الطوارئ على ليدوكين، يا سلام يعني يفضل بقى ياخد حقنه 3 مرات في اليوم طول عمره، انما الميكسيليتين منطقي لانه اورال. فيبقى اذا هما الاثنين زي بعض بالظبط، الفرق الوحيد في الايه، ان ده بيحصل له اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم 96% بتكسره في الليفر وبالتالي ما يتاخدش غير انجكشن، انما الميكسيليتين كود بي جيفن اورال، ده بتاع الاكيوت ستيج بتاع الميوكارديال انفاركشن ويمنع التاكيكارديا في الام اي، انما ده ممكن فور مينتنانس ثيرابي بعد ما العيان يروح بتاع الام اي تمشيه على الميكسيليتين. كان في دواء بقى من نفس العيله برضو يتصنف كلاس 1 بي زيهم بالظبط، بس ما حدش حد بيتكلم عنه، ما حدش حد بيجيب سيرته في الاريزميا، كان اسمه فينيتوين. الفينيتوين يا بطل ده اصلا احنا هنشرحه لك في الترم الثاني مع الادويه بتاع الايبيليبسي، كويس، هو اصلا انتي ايبيليبتيك دراج، انما هو ارتبط ارتباط وثيق جدا بايه، بحاله الديجيتاليز انديوست اريزميا. الفينيتوين ده هو الدواء اللي يعني ايه يعني الشهير جدا، لو عيان حصل له الديجيتاليز توكسيستي والديجيتاليز عمل له لخبطه في القلب ومش عارف ايه، يبقى الفينيتوين ده هو ده بتاع الديجيتاليز انديوسد اريزميا، فيما عدا ذلك لا يستخدم. وهقول لك، هرجع اقول لك ان الليدوكين ده ينفع برضه في الديجيتاليز انديوسد اريزميا، ما يقولش لا يعني ينفع برضه، انما هو يعني هيستوريكالي كده او ارتباط يعني فينيتوين هو ده بتاع الديجيتاليز. انا بقول لك الكلام ده عشان لو شفت ام سي كيو، لو شفت ام سي كيو، لو جاب لك عيان يقول لك عنده ديجيتاليز انديوسد اريزميا، يبقى الدواء نمره واحد اللي يعني ارتبط كده هو الفينيتوين، انما لو ما عندكش فينيتوين ينفع الليدوكين، الاثنين ينفعوا يعني في الحكايه دي. الفينيتوين لو انت عايز تديه في الديجيتاليز انديوسد اريزميا، حقنه الفينيتوين الحقنه فيها 250 ملي جرام، بنديها على مدى ربع ساعه، بتعلي بتدي الحقنه ببطء كده على مدى ربع ساعه يعني عشان ما يعملش هايبوتنشن والمشاكل بتاعته. ندخل على كلاس 1 سي. كلاس 1 سي اللي هي الادويه هي اللي ما بتغيرش في الاكشن بوتنشال ديوريشن، اللي هو اسمها كلاس 1 سي، يبقى صوديوم تشانل، بتصنف صوديوم تشانل بلوكر لكنه ما بيغيرش في الاكشن بوتنشال ديوريشن، هذا الاكشن بوتنشال مش هيتغير. الله، طب طالما الاكشن بوتنشال ديوريشن مش هيتغير امال يبقى انت مديه ليه؟ ما هو انا عندي اكتوبك فوكس هنا قرفاني وجاي لي فيز 4 وانا كنت عايز حاجه يتاثر يتطول ايه عشان فيز 4 تيجي الناحيه دي الناحيه دي نضيع الفرصه. قالوا لا، ما هو الادويه بقى كلاس 1 سي دي بتشتغل بمور ذان 1 ميكانيزم، وبتقفل حاجات تانية غير الصوديوم، بتقفل صوديوم وكالسيوم وبوتاسيوم، واهم من ده بقى هم دول اساتذه في موضوع الكوندكشن، يعني غير موضوع ان هم لهم علاقه بالايه، بالاكشن بوتنشال على مستوى المايوكارديال سيلز، لا هم كمان بيشتغلوا على بيقللوا الاي في كوندكشن. الدواء الشهير جدا اللي بيستخدم في العيله دي، شهير بقول لك شهير جدا وبيجي فيه اسئله كتير، اسمه فليكاينيد. فليكاينيد، الفليكاينيد ده اشهر كلا اشهر دواء تحت سب كلاس 1 سي. كلاس 1 سي الفليكاينيد ده بالاضافه لانه بيقفل صوديوم وبيقفل بوتاسيوم وبيقفل كالسيوم، بيقفل حاجات كتير، الا ان كل ده
ملوش قيمه جنب كونه بيقلل الاي في كوندكشن. وبالتالي من الادويه المهمه جدا اللي بعتمد عليها في علاج الحاله اللي اسمها اتريال فايبريليشن، لان طالما اتريال فايبريليشن يبقى هو لو كونه يقطع الاي في كوندكشن يبقى هيحميني من السوبرا فينتريكولار تاكيكارديا، وكونه كمان بيقلل او بيقفل دخول الصوديوم يبقى هيقلل او هنقول ان هو بيقلل السلوب اوف فيز 4 دي بولاريزيشن. فين؟ في الاس اي نود. يبقى الاس اي نود لو هي اللي سريعه، لو هي اللي ملخبطه الدنيا، هتهدى عن طريق انك قفلت الصوديوم وعملت ايه؟ استابيلايزيشن للممبرين في اثناء فيز 4 اللي هو السلوب. كمان انك بتقلل الكوندكشن فبتحميني من ايه؟ من التاكيكارديا دي. فاصبح الفليكاينيد ده من اشهر الادويه اللي بنعتمد عليها في الناس اللي عندهم. انت عارف كتير قوي يجي لك، لو انت ان شاء الله طلعت اخصائي امراض قلب، هيجي لك في المستشفى فجاه عيان عنده رابد تاكيكارديا، هتلاقي وانت بتعمل رسم قلب كده تلاقي عنده سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. ممكن يكون العيان مثلا عنده حاجه و70 سنه او حاجه و80 سنه، فانت يعني وتلاقي مثلا البلس عنده الريت عنده مثلا 170، تيجي تعد البلس بدل ما هو 70 تلاقي 170. اللي ملخبط الدنيا ري انتري، حاجه هنا عامله كده اللي هو اللي حكيت لك عنها مره. ممكن العيان ده تعمل له حاجه اسمها دي سي كارديوفيرجن. دي سي اللي هو جهاز التنبيه الكهربي اللي هكلمك عنه في اخر الفيديو. الجهاز ده بنجيب تو بولز نحطهم على الشيست وول، وفي منه انواع بقى وموديلات كتير قوي، وايه وندي صدمه كهربيه للقلب والقلب يرجع لطبيعته كويس. انما بعد ما انت بتعمل دي سي كارديو فيرجن، الحركه دي اسمها كارديو فيرجن، كارديو فيرجن اللي هو الايه، اللي هو انك بتعمل ريسيتنج للهارت بالصدمه الكهربيه دي. بعد ما بتعمل الكارديو فيرجن ده، طب ما انت بتبقى خايف تروح العيان اللي يجيله تاني يوم نفس القصه برده، فانت بعد الكارديو فيرجن ده بتمشي العيان ده على الدواء اللي اسمه فليكاينيد. ليه؟ علشان حتى لو جات له دي تاني يوم اهو الفليكاينيد قاطع الاي في كوندكشن، يعني حاميك منها. ثانيا هو كمان كونه بيقفل صوديوم وبوتاسيوم تشانل فيبقى له افكت على الاس اي نود، او لو كان ايه، لو كان في اكتوبك فوكس هنا. يبقى الفليكاينيد من اشهر استخداماته، هتلاقي الكتاب كاتب لك كده، يقول لك انه بيستخدم بكثره جدا انك انت تحمي العيان من التاكيكارديا السوبرا فينتريكولار بعد ما تعمل له كارديو فيرجن، يعني عملت له صدمه كهربيه، روحوا بقى البيت ومشيه على الدواء اللي اسمه فليكاينيد ما لم يكن، وحط بقى تحت دي 20 خط ما لم يكن العيان بتاعك عنده حاجه اسمها ستراكشرال هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز. لان اذا العيان بتاعك كان عنده اسكيميا في الهارت، كان عنده كوروناري ارتري، او كان عنده ستراكشرال هارت ديزيز، يعني مثلا ليفت فينتريكولار هايبرتروفي او هارت فيلير، وجد ان الفليكاينيد ممكن يعمل سادن ديس. يبقى هنا المعلومه اللي تهمني اللي انا ممكن اجيبها لك في الام سي كيو هادي، اقول لك ايه اهم حاجه تمنعك من استخدام الدواء اللي اسمه فليكاينيد، تقول لي المريض اللي عنده استراكشرال هارت ديزيز او اسكيميك هارت، وبالتالي يبقى ممنوع في المايوكارديال انفاركشن. هقول لك امال مين بتاع المايوكارديال انفاركشن؟ الليدوكين اللي انا لسه قايل لك عليه، او الميكسليتين ابن عمه الاورال. انما الفليكاينيد ممنوع لان مايوكارديال انفاركشن معناه اسكيميك هارت، او عيان عنده ليفت فينتريكولار هايبرتروفي، او عنده هارت فيلير، او عنده اي ستراكشرال ديزيز، يمنع منع باتا الفليكاينيد ده لانه ممكن يعمل سادن ديس. اما جم يعملوا دراسات واحصائيات عند العيانين دول، لقوا نسبه كبيره جدا من العيانين اللي عندهم ستراكشرال هارت ديزيز اللي خدوا فليكاينيد حصل لهم سادن ديس. الحكايه دي زي ما قلت لك على من شويه، قلت لك ان احيانا الانتي اريزميك دراج هو نفسه يدخلك في اريزميا اللي احنا سميناها برو اريزميك افكت. اتفقنا يا بطل؟ كلاس 2 انتي اريزميك دراجز اللي هي البيتا بلوكرز بتاع زمان. البيتا بلوكرز مش هندخل في تفاصيلها لان احنا شرحنا البيتا بلوكرز بالتفصيل تبع الاوتونوميك نيرفوس سيستم. انما كل اللي عايز افكرك بيه هي البيتا بلوكر انت تعتقد انها بتشتغل ازاي. يعني لو واحد قلبه ملخبط عنده اريزميا، يبقى البيتا بلوكر ممكن يعني تعال نحاول نلم الميكانيزم بتاعها كده. اولا ممكن يكون المشكله جايه من انكريزد سمباثيتك اوفر اكتيفيتي، اللخبطه دي جايه من نتيجه ستريس او كده. طيب ما البيتا بلوكر بتقلل السمباثيتك اوفر اكتيفيتي، يبقى اللخبطه دي هتنتهي من المنشا بتاعها. طيب ده واحد. اتنين، البيتا بلوكر كمان بتقلل الاي في كوندكشن، فلو عندي هنا سوبرا فينتريكولار اريزميا
تقوم ما تنزليش تحت على الفنتريكل. ده نمره اتنين. تلاته، فاكر لما قالوا لك ان بعض البيتا بلوكر يمتلك خاصيه اسمها ميمبرين ستابلايزنج اكشن؟ وانا بقى في الفيديو اللي فات عرفتك يعني ايه ميمبرين ستابلايزنج اكشن، يعني معناها بنقلل السلوب اوف فيز فور ديبولاريزيشن. والكلمه دي طالما قلتها يبقى انت بتتكلم على الاس اي نود، مش كده؟ طيب اهو ادا الاس اي نود، ادا الاكشن بوتنشال بتاعها اهو عامل كده، ادا السلوب اوف فيز فور ديبولاريزيشن، بتقلله يعني بتخليه عامل كده، يعني كانك عايز تقول ان انت بتقلل الفايرنج الريت اوف فايرنج اوف ذا اس اي نود. كل دي ميكانيزمات للبيتا بلوكر، وممكن تعد اكتر من كده كمان. انما احنا دلوقتي عايزين بقى ايه، ناكد على طيب مين هو العيان اللي هيستفيد اكتر من البيتا بلوكر. طالما يعني بناء على الكلام ده، اكتر كاتيجوري من العيانين هيستفيدوا من البيتا بلوكر هم الناس اللي عندهم اريزميا ديو تو ثايروتوكسيكوزيس، تكون الثايرويد هي اللي عامله لهم مشكله. ليه؟ لان من ضمن مزايا البيتا بلوكر انها بتقلل تحويل تي 4 ما يتحولش الى تي 3 اللي كان هو اصلا كارديوتوكسيك. يبقى دول اكتر ناس هيستفيدوا. تاني ناس هيستفيدوا من البيتا بلوكر الناس اللي عندهم اريزميا وعندهم حاجه اسمها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي. فاكر الحاله اللي قلت لك ان بعض الاطفال بيتولدوا بيها ويعيشوا بيها، والسبتم هنا تخين الانترفنتريكولار سبتم وسادد الايه الاوتلت او الفتحه بتاع الاورطه. الولد ده لما كان بيجي، فاكر لما كان بيجي يلعب كوره ويعمل مجهود يحصل له تاكي كارديا يقع في الارض ونفسه يروح مش عارف ايه؟ طب ما هو ده اللي هيستفيد برضه من البيتا بلوكر، لان هو ده اصلا الولد اللي كان عنده هوكم، ده كان علاجه بيتا بلوكر. يبقى لو كان عنده هوكم مع الاريزميا، كانك بتضرب عصفورين بحجر، منك بتعالج الاريزميا ومنك كمان بتصلح الحاله اللي اسمها هوكم دي لحد ما يتولى امرها بالجراحه. طب نمره ثلاثه، العيانين اللي عندهم برضو الريزميا ديو تو انكريزد سمباثيتك اوفر اكتيفيتي. طب ما هو منطقي، لان البيتا بلوكر شغلتها اصلا كده، شغلتها تعالج الريزميا لو كان سببها استرس. نمره اربعه، الريزميا اللي عند بعض الناس اللي عندهم حاجه اسمها مايترال فالف برولابس. ايه بقى مايترال فالف برولابس؟ دي حالة شائعة على فكرة، ما تفكرش انها مرض نادر قوي، يعني ده عندنا كتير قوي. لو انت عملت كاردياك ايكو لشريحة كبيرة جدا من الناس اللي عايشين اللي ماشيين في الشارع دول، هيطلع نسبة كبيرة منهم عندهم المشكلة دي. المايترال فالف، ادا المايترال فالف اهو هنا كده، مايترال فالف عامل كده. بعض الناس اثناء الكونتراكشن بتاع الليفت فنتريكل يقوم الليفلتس دي المفروض انها تقفل، ساعات وهي بتقفل يحصل لها ابورد بلج كده، يعني تقفل بس ايه تطلع لفوق سنه، فيسموها مايترال فالف برولابس. الناس دول ساعات يشتكوا من ان عندهم بالبيتيشن. بالبيتيشن يعني ايه؟ خفقان بالعربي، يعني الايه كون ان المايترال فالف الليفلتس بتاعته وهي بتقفل تضرب لفوق كده او تتحرك لفوق، ساعات بتعمل عند العين الاحساس السخيف اللي اسمه بالبيتيشن، ويجي يشتكي من القصه دي. اهو لما ياخد بيتا بلوكر هيستفيد ليه بقى؟ اولا البيتا بلوكر لها نيجاتيف اينوتروبيك افكت، صح؟ فهتهدي الكونتراكشن، يقوم الكونتراكشن ما يبقاش عنيف. طالما الكونتراكشن ما بقاش عنيف يقوم الايه البلج ده ما يحصلش، او البلجنج الابورد بلجنج ده ما يحصلش، او يحصل بايه بيبقى يقوم العين ما يحسش بالبلبيتيشن دي. يبقى ده برضو هيستفيد من البيتا بلوكر. يبقى لو سالك في الامتحان مين المرضى اللي ممكن يستفيدوا من البيتا بلوكر، قول له اللي عنده اريزميا ديو تو ثايروتوكسيكوزيس. 2 اللي عنده أريزميا ديو تو هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي. 3 اللي عنده أريزميا ديو تو انكريزد سمباثيتك اوفر اكتيفيتي. 4 اللي عنده أريزميا ديو تو مايترال فالف برولابس والبلبيتيشن ده. ده بقى كله كوم. والسؤال يجي لك حاجه تانية، يقول لك طب مين بقى اللي ممنوع يستخدم في بيتا بلوكر؟ قول له كلمه واحده، قول له اي حاله أريزميا ديو تو او أريزميا مصحوبه بحرفين، الحرفين اسمهم اتش بي، هارت بلوك. هارت بلوك يعني الكوندكشن فيه مشكله، زي ما شرحت لك في الفيديو اللي فات، الكوندكشن مش ماشي كويس. طالما الكوندكشن مش ماشي كويس يبقى البيتا بلوكر هتزود البلوه دي. يبقى اي اريزميا في الدنيا ممكن البيتا بلوكر تتبلع فيها ما عدا الاريزميا اللي ديوتو هارت بلوك. اتفقنا؟ يبقى اكسبت دي لو جات لك في ام سي كيو. ندخل على العيله اللي بعدها اللي هي الكلاس اللي بعده اللي اسمه كلاس 3. كلاس 3 يا بطل كان شغال في انهي مرحله في الاكشن بوتنشال؟ تعال نعيد نفس الكلام، ادا الكاردياك مايوسايت وادا الاكشن بوتنشال اللي احنا رسمناه بدل المره 10.
وادا فيز 4 اللي هي الريستنج، وادا الضربه الثانيه وهكذا. قلت لك ان ادا فيز 0 وادا فيز 1 اللي هي دي بتاعت خروج البوتاسيوم، والكتف ده اللي هو البلاتو فيز 2، ودي بقى النازله دي، النازله اللي بسرعه دي، دي اسمها فيز 3 نتيجه خروج البوتاسيوم بايه؟ قلت لك ان الخلايا بتتجنن تقوم فاتحه كل البوابات مره واحده. لو انت اديتني دواء يبطئ خروج البوتاسيوم في فيز 3 هنسمي العيله دي كلاس 3 بقى. ده يبقى افتكر بقى كلاس 3 بيشتغل على فيز 3 اللي هي بتاعت البوتاسيوم، فهنسميه بوتاسيوم تشانل ايه؟ بلوكر. وكلمه بلوكر يعني بيبطئ، بيقفل مثلا لو هم 100 تشانل بيقفل 50 ويسيب 50 مثلا يعني. لما انت تبطئ خروج البوتاسيوم في الفيز دي يقوم بدل ما الفيز دي تنزل على طول كده، لا تاخد وقتها تتاخر شويه، وطالما اتاخرت شويه شوف يبقى انت طولت الاكشن بوتنشال ديوريشن، يبقى انت كان قصدك تضيع الفرصه على الاكتوبك فوكس اللي كانت بتجيلي هنا دي. خلاص انت كده قعدت بتيجي في الابسوليوت ريفراكتوري ايه بيريود زي ما وضحنا اكتر من مره. الدواء المشهور جدا اللي في العيله دي يكاد يكون مالك العيله او البروتوتايب اسمه امايودارون. امايودارون الامايودارون ده تركيبه الكيميائي 40% من وزنه، 40% من وزنه يود ايودين. فاليود كان بيعمل مشاكل كتير، قاموا اقترحوا بقى ان يعملوا دواء تاني منه البديل بتاعه يعني، او الاخ التاني له اسمه درونيدارون. درونيدارون هو امايودارون، لكن ما فيهوش اليود ده، ما فيهوش ال 40% دول، كميه اليود اللي فيه اقل كتير. يبقى اذا كان الامايودارون تعبك ومزهقك ومزعلك بسبب اليود، اد احنا عملنا الاخ بتاعه اللي ما فيهوش يود اللي اسمه درونيدارون. تعال بقى نلخص الميكانيزمات بتاعته. الميكانيزم الاصلي اديني قلته لك، ان هو نمره واحد بيقفل البوتاسيوم تشانل اللي في اثناء فيز ايه؟ فيز 3، يوم يطول الاكشن بوتنشال ديوريشن، او الكلمه اللي احنا بنسميها كانه بيطول الافكتيف ريفراكتوري بيريود، يوم يضيع الفرصه على الاكتوبك فوكس دي. هل كده بسأل؟ لا، ده له كمان اديشنال ميكانيزم، كمان بيقفل صوديوم تشانل. الله، يعني كمان هيشتغل على الفيز دي، وكمان بيقفل كالسيوم تشانل، كمان يعني يشتغل على الفيز اللي هي 2 البلاتو. الله، كانه بيطول اكشن بوتنشال باكتر من طريقه، بس هي دي المين ميكانيزم اللي هي فيز 3 دي. كمان الدواء ده بيعمل كوروناري فازو دايليتيشن، يعني لو العيال عنده اسكيميك هارت ديزيز الامايودارون ما يضروش، بالعكس يفيده لانه بيوسع الكوروناري ارتري. طيب بناء على كده بقى الدواء ده بيقفل قفل حاجات كتير قوي. ده قفل الايه؟ البوتاسيوم تشانل والصوديوم والكالسيوم اللي هم الثلاثه ايونز المتحكمين في الاكشن بوتنشال. بناء عليه بقى الدواء اللي بيشتغل بالطريقه دي تتوقع منه انه يعالج انهي اريزميا؟ ده هيعالج موست تايبس اوف اريزميا، معظم انواع الاريزميا هتتعالج بامايودارون. لدرجه النهارده ان في دكاتره كتير قعدوا بيريحوا نفسهم، العيان يجي له في العياده فيقوم يكشف عليه يحس ان في لخبطه، هو مش عارف اللخبطه دي ايه، يقوم كاتب له كوردارون. الكوردارون القرص فيه 200 ملي جرام، فيكتب قرص صباحا ومساء. تيجي تسال الدكتور انا عندي ايه يا دكتور؟ يقول لك ما اعرفش. طب والدتي عندها؟ يقول لك والله يا ابني ما نعرف، انما الكوردارون هيعالجها على اي حال لانه برود سبيكترم، هو بيعالج كل حاجه يعني، لان الدواء اللي قفل كل حاجه هيعالج كل حاجة. والله لو كانت المشكلة من هنا هتقفلت، لو كانت مشكلة هتقفلت، وهكذا. كمان بالمرة هو بيعمل كوروناري فازو دايليتيشن، فلو كان العيان عنده ايه؟ اسكيميك هارت ديزيز. قلت لك لو كان العيان عنده اسكيميك هارت ديزيز ممنوع فيه فليكاينيت، انما يسمح فيه بهذا الدواء. لدرجة كمان انه من ضمن جبروته انه كمان بيقفل الكوندكشن، يعني هو قفل كل حاجة من ضمنها الكوندكشن، هو كمان بيقلل ايفي كوندكشن على فكرة، بيقلل الكوندكشن في النورمال والابنورمال باثوي. يعني لو كان العيان عنده وولف باركنسون وايت سندروم برضو الامايودارون هيقفل الكوندكشن هنا وهنا. زمان مره واحنا بنشرح لك الكالسيوم تشانل بلوكر من فتره، قلت لك لما يبقى العيان عنده وولف باركنسون وايت سندروم معظم الادويه اللي بتقلل الكوندكشن في النورمال باثوي بتزود الكوندكشن في الابنورمال، يوم الاريزميا تزيد. انما الامايودارون لا، الامايودارون بيقفل الكوندكشن في النورمال والابنورمال، الاثنين مع بعض يتقفلوا، فيبقى مفيش مشكله، يبقى يا دار ما دخلك شر. فاذا الكوردارون ده او الامايودارون يعالج معظم حالات الاريزميا، بس لو انت واد معلم تعرف تقول لي نوع واحد من الاريزميا ما يتعالجش؟ يعني انا مثلا لو جبت لك دلوقتي، لو عملت لك جدول وقلت لك حطيت لك كل انتي اريزميك دراج واطلب منك الحاجه اللي تبقى كونترا انديكيتد، لو قلت لك مثلا فيليكاينيت
هتقول لي ممنوع في الاستراكشرال هارت ديزيز. اما اقول لك بيتا بلوكر هتقول لي ممنوعه في الهارت بلوك. طب ولما اجي بقى للباشا الاميودارون اللي هو بيعالج كل حالات الاريزمي او معظمها، ممنوع في ايه؟ عارف ممنوع في ايه؟ اذا كانت الاريزميا ديوتو ثايروتوكسيكوزيس، سبب الاريزميا هايبر ثايروديزم. طب ليه؟ لان الدواء فيه يود. ما انا قلت لك الاميودارون فيه يود 40% منه، وطالما يود يبقى فيه مشكله على ايه؟ على الغده اللي اسمها الايه؟ الثايرويد. يبقى العيان اللي سبب الاريزميا هايبر ثايروديزم ممنوع فيه الاميودارون، والا الاميودارون ممكن يزود له الهايبر ثايروديزم اللي عنده. اتفقنا؟ مشاكل الدواء ده ايه بقى؟ المشاكل بتاعته، اولا هو مشاكله كلها لها علاقه باليود اللي فيه، واديني قلت لك ادي احنا عملنا بديل له ما فيهوش يود كتير قوي زيه. انما الاميودارون اول مشكله تتوقعها من الاميودارون واشهر مشكله، واللي لو جات لك في الام سي كيو تبقى نمره واحد، بالمونري توكسيستي. بالمونري توكسيستي اليود اللي في، بص على الاشعه دي، اديني جايب لك صوره اشعه، ادى عيان ماشي على الاميودارون. العيان اللي حضرتك شايفه ده كان ماشي على الاميودارون وبدا يشتكي من ايه؟ كورونيك كف، بدا يكح ويروح لف على كل الدكاتره، وكل الدكاتره يقولوا له مش عارفين سبب الكحه ايه. وبعدين لما عملنا اكس راي زي ما انت شايف كده، بتشوف كما لو كان في بالمونري انفلتريشن. كلمه انفلتريشن يعني الجراوند جلاس ابييرنس، يعني النقط البيضاء اللي انت شايفها دي، الحتت البيضاء اللي هي الهيزنس ده ما يجبش يكون موجود، يجب يكون اللانج فيلد تكون كلير، تكون كده ايه شكلها كلير. معنى انك تشوف المنظر ده معناها ان اليود بدا يترسب بكثره في اللانج ويعمل جرانيولوما وفايبرس تيشو، وبدا العيان يشتكي من بالمونري توكسيستي وكرونيك كاف. اهو العيان ده لو ما كنتش تاخد بالك منه ان سبب البالمونري توكسيستي اللي انا وريتها لك دي اميودارون، والله ما هتعرف تشخصه، وهيلف على الكره الارضيه كلها. لو ما كنتش انت تعرف ان الاميودارون هو ممكن يكون المسؤول ورا الحاله دي، لان كل الناس هيدوا ايه بقى؟ هيبتدوا يعالجوه على انه شيست انفكشن، واللي يبتدي يعالجوه على انه برونكايتس، وناس تبتدي تعالجه على انه برونكيال ازمه، وناس تبتدي تعالجه على انه فايرال انفكشن. هيدخل بقى في دايليما. انما الكلو بتاع الحاله ايه؟ ان الولد الراجل ده كان عنده اريزميا وماشي على دواء اسمه اميودارون. يبقى 90% من الاحتمالات يبقى البالمونري توكسيستي دي هي ده الاميودارون. اتنين، تاني مشكله ممكن يعملها لك، ساعات يعمل ليفر توكسيستي بنفس الميكانيزم زي ما حصل زي ما شفت في اللنج كده. ساعات برضو يعمل ايه؟ جرانيولوما كده وفايبروزس في الليفر، لان اليود برضو بروح اليود ده ايريتنت. 40% من وزن الدواء يود، واليود فيري ايريتنت، فممكن يعمل كده في الليفر. تلاتة، الدواء ده ساعات يعمل مشكله في الكورنيا، فيعمل حاجه اسمها كورنيا المايكرو ديبوزيت. مايكرو ديبوزيت يعني بقع بيضه. لو دي الكورنيا انا هوريها لك، هرسمها لك على السبوره وبعدين اوري لك صورتها. ادا العين وادا الايه ده الايرس وادا البيوبل. الكورنيا اللي هي الجزء الشفاف من العين ده تلاقي فيه نقط، حاجات بيضه كده ستريكس لونها ابيض او ساعات نقط. النقط دي ما تقلقش منها قوي، هي ريفرسبل يعني هتروح، وزي ما انت شايفها كده يعني ايه، هي doesn't affect vision، يعني العين ما بي يعني ما الرؤيه ما بتروحش ولا حاجه. واول ما بنشوفها بنعرف ان الاميودارون هو اللي عمل القصه دي، نوقف الاميودارون فتره كده ولا حاجه تختفي خالص، فما فيش فيها مشكله. نمره 4، الباشا ده بما انه بيقفل كل حاجه في الهارت وبيطول الاكشن بوتنشال ديوريشن، توقع انه يعمل لك برادي ايه؟ برادي كارديا، وممكن يعمل هايبوتنشن. كويس، لانه قفل كمان كالسيوم شانل، ده هو قفل كالسيوم شانل، وفي ناس كمان بيقولوا ده بيقفل الفا شانل، الفا ريسبتور، يعني قفل صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وكمان ممكن يقفل الالفا ريسبتور، فيدخلك في هايبوتنشن وبرادي كارديا. هل ممكن يدخلني في تورساد دي بوينتي اللي قلت لك عليها؟ الاجابه اه، وان كان كتير من الكتب بتهمل السايد افكت ده ما بتجيبش سيرته، انما احنا عندنا قاعده بتقول اي دواء يزود الاكشن بوتنشال ديوريشن ممكن يدخل العيان في مرمى نيران اكتوبك فيوساي هو ما كانش حاسس بيها، ويجي له كلمه تورساد دي بوينتي. دي قاعده خلاص نمشي عليها، يبقى الدواء ممكن يعملها. نمره 5 في الاخر، ساعات الدواء بيعمل كلمه فوتو سنسيتيفيتي. فوتو سنسيتيفيتي تلاقي زي ما انت شايف في الصور كده العيانين يبان الجلد بتاعه بالوش بتاعه كما لو كان مزرق، بلوش جراي. في لما يكون ماشي على الاميدرون وتعرض للشمس يقوم الجلد يتلون باللون اللي انت شايفه ده. دي يسموها ساعات حساسيه للضوء، ساعات تقولها فوتو سنسيتيفيتي. المهم انها لليود برضو. يبقى في الاخر اليود اللي عمل لك معظم الحاجات الايه اللي كده. اخر حاجه مش هنساها بقى وتبقى منطقيه جدا يعني، وكان يجب حتى نحطها في الاول،
هو الدواء مليان يود، يبقى منطقي جدا انه يعمل لك ايه، ها كلمه ثايرويد ديس فانكشن من نتيجه اليود اللي فيه. يبقى تحس كده ان احنا الاميودارون مميز جدا في السايد افكت بتاعته. اشهر دواء عندك في الكتاب، جايز في الكتاب كله، عمل لك كلمه بالمونري توكسيستي. والدواء اللي مش هتسمع كلمه كورنيا المايكرو ديبوزيت الا مره واحده كمان في الترم الثاني، ادي مره اهو، والمره الثانيه مع دواء ثاني، وبما انه مليان يود يبقى يعمل لك ثايرويد ديس فانكشن. اخر عيله من تبع احنا ماشيين تبع الكلاسيفيكيشن اللي اقترحه الراجل اللي اسمه فون ويليام، اللي هو الكلاس رقم 4. كلاس 4 اللي هو الكالسيوم اتشانل بلوكرز، ومش هنتكلم عنها كتير، بس انا هفكرك بالكالسيوم اتشانل بلوكرز. هم كانوا عيلتين، كان في عيله بتاعت النيفيدبين اللي هم سموها داي هايدروبايريدين، وكان في عيله تانية اسمها بتاعت الفيراباميل. وقلت لك ان النيفيدبين ده دايما لما بتيجي سيرته انه بيوطي الضغط وبيعمل كلمه ريفلكس تاكي كارديا. يبقى اذا العيان اللي عنده اريزميا انت مش عايز تعمل له كلمه ريفلكس تاكي كارديا دي، يبقى عيله الداي هايدروبايريدين ملهاش دور في علاج الاريزميا. انما لو انت بتتكلم على الكالسيوم تشانل بلوكر انت تقصد فيراباميل او دايليتيازم، واحد من الاثنين دول. ليه بقى؟ هم دول اللي كان فعلا هيروحوا يقطعوا يقللوا الايفي كوندكشن. فلو عندك سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا هنا يبقى ايه، مش هتنزل لك لتحت. مش بس كده، ارجع كمان، ده انا بكلمتك دلوقتي على مستوى الكوندكشن. انما الله، طب وعلى مستوى الكاردياك مايوسايت لو ده الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك مايوسايت؟ طب ما هو الكالسيوم كان في فيز 2، فاكر الكالسيوم اللي كان بيعمل لي البلاتو؟ طب ما انت لما تاخر دخول الكالسيوم كانك هتطول برضو الاكشن بوتنشال ديوريشن، بس من على مستوى فيز 2، ادا فيز 1، ادا 2، ادا 3، كان الاميودارون بيشتغل هنا والكالسيوم تشانل بلوكر هتشتغل على فيز 2 اللي هو البلاتو، فهتطول الاكشن بوتنشال ديوريشن. ولو في اكتوبيك فوكس هتضيق. كان الفيراباميل في الحقيقه له 2 ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني اهو، الميكانيزم الثاني موضوع الكوندكشن. اما النيفيدبين ما تجيبش سيرته. المعلومه بقى المهمه جدا اللي بتجي لك في الامتحانات الاجنبيه، لو حضرتك بتمتحن امتحان معادله او بتمتحن زماله انجليزيه، دايما يسالوا في الفيراباميل في معلومه مهمه قوي. الفيراباميل رائع جدا في علاج السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا. لو كان سبب التاكي كارديا او البروبلم من فوق من هنا، لعلى زي ما قلت لك لانه بيقلل الكوندكشن. اما لو كانت المشكله فينتريكولار، لو كانت الاكتوبيك فوكس هنا، العيان ده لو خد فيراباميل ممكن يموت فيها، يجي له حاجه اسمها كولابس، يجي له صادن هايبوتنشن. كتير جدا حصلت الحكايه دي مع عيانين، وانا مش عايز اقول لك يعني مش عايز افسر لك حجم الناس اللي ممكن يكونوا ماتوا من القصه دي خطا، ان العيان يبقى عنده فينتريكولار تاكي كارديا او فينتريكولار اريزميا، يقوم الدكتور يكتب له ايزوبتين اللي هو الفيراباميل، يقوم موطله ضغطه وداخل في سنكوبه مع السلامه. تاني اهو باكد عليك، الفيراباميل والكالسيوم تشانل بلوكر رائعين جدا لو كانت الاريزميا سببها جاي من فوق، الاكتوبيك فوكس من فوق من هنا من الاتريوم. اما من الفنتريكل انا عندي حاجات كتير تانية، اشهرها يا اخي الاميودارون اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه. الاميودارون ده هو ده بتاع الفنتريكولار اريزميا، هو برود سبيكترم. انما فيراباميل في الحاله دي لا، ممنوع. يبقى عشان بس الام سي كيو لو جات لك. اخر بقى دواء في العيله دي في القصه كلها، احنا قلنا لك ان فون ويليام قسم كلاس 1 2 3 4 وكلاس 5، قال لك الادويه اللي شغاله بايه، بانون ميكانيزم او اذرز، تحت عنوان كلمه اذر دراجز. اذر دراجز يهمني قوي اقول لك دواء مهم بيتيجي سيرته كتير في الكتب، اسمه ادينوزين. الادينوزين ده ايه بقى يا بطل؟ انا هفكرك بحاجه انا شرحتها مره وانا بشرح الاوتاكويد. قلت لك ان احنا عندنا ريسبتورز في جسمنا، عيله من الريسبتور اسمها بيورينرجيك ريسبتور، بيوري نيرجيك. وقلت لك بيوري نيرجيك دي كان يعني على فكره كان في جدول، انا فاكره وكان في جدول مقسم لك البيوري نيرجيك 3 كلاسز. يومها قلت لك الجدول ده سيبك من الكلاس ده اللي هو 2 و3 وركز على كلاس 1 اللي كان اسمه ايه ريسبتور. ايه اختصار لكلمه ادينوزين؟ الادينوزين دي ماده في جسمك لما بتشتغل على الاي ريسبتور بتعمل حاجات كتير، من ضمنها انها بتقلل الكوندكشن. يعني الاي ريسبتور موجوده هنا، ادي الايه اهي، الاي ريسبتور موجوده في الاي في نود وموجوده في الكوندكتنج سيستم. لو انت شغلت الاي ريسبتور دي بالادينوزين ده، يعني هو اجونست، لو راح شغل الريسبتور ده يقوم الكوندكشن يقل. طب يقل، طب انا ايه الحكايه يعني؟ طب انا عندي 700 دواء بيقلل الكوندكشن. لا، الادينوزين بيقلل الكوندكشن في خلال 4 ثواني. 4 ثواني اول ما تدي الايه الحقنه اي في immediately. فده بتاع الطوارئ بقى، بتاع الطوارئ. انهي
افرض يا اخي ان في عيان جاي لك برابط تاكي كارديا، عنده ري انتري مثلا، سوبرا حاجه كده سوبرا فينتريكولر، والعيان ده داخل مثلا نبضه 180 ولا 170. انا قلت لك من شويه انك ممكن تعمل حاجه اسمها دي سي، دي سي اللي هو التنبيه الكهربي، وممكن بدل الدي سي انت تدي له حقنه ادينوزين. اول ما تدي له حقنه ادينوزين واعمل اميديت ترمينيشن للكوندكشن، يقوم الكوندكشن اللي هو كان بلطش في الاي في نود وعامل لك تاكيكارديا ده يتقطع اميديتلي. بص بقى، لان في معلومه جايز تلخبطك، لان الادينوزين جت سيرته مرتين مع الحاله اللي اسمها وولف باركنسون وايت سندروم، ومره في الكتاب قال لك ممنوع تستخدمه، ومره قال لك ممكن تستخدمه. فايه بقى المشكل؟ الولف باركنسون وايت سندروم يا شباب انواع كتير جدا. الولف باركنسون ده ساعات يبقى الناحيه دي، وساعات يبقى الاكسسوري باثوي الناحيه دي، كويس؟ ساعات يبقى الكوندكشن ماشي من فوق لتحت في الاكسسوري باثوي، وساعات يبقى بالعكس، يعني ساعات يبقى الكوندكشن جاي من هنا وطالع في الايه في الابنورمال باثوي بالعكس، وعمل حاجه اسمها ري انتري، كويس كده؟ يبقى الولف باركنسون وايت سندروم، عشان ما ندخلش فيه في تفاصيل لانها مش عليك، انواع كتير. في بعض الانواع وما تشغلش بالك بيها بينفع فيها الادينوزين، يعني العيان بيبقى داخل بتاكي كارديا والبلس يعني سريع جدا نتيجه وولف باركنسون، ويبقى علاجه ادينوزين. وبعض الحالات الاخرى يبقى العيان داخل بتاكي كارديا وسببها وولف باركنسون بس ما ينفعش فيها ادينوزين. ارجوك بقى، انت ده مش بتاع سنه ثالثه، ده نخليه بقى للبوست جراديويت ان شاء الله، فانت ما تشغلش بالك بالقصه. بس اديني فسرت لك عشان انت بتذاكر، مره قريت ان الادينوزين ممنوع في الولف باركنسون، ومره تانية بيقول لك ان الادينوزين بينفع في الولف باركنسون. فاديني بفسر لك وبقول لك ان ايه، ان هو مش موضوع واحد، ده هو مش ده حالات كتيره جدا تندرج تحت كلمه وولف باركنسون دي. ماشي يا بطل. طيب الادينوزين ده بقى نتكلم عنه بقى، يعني نقول ما لنا وما علينا. الحقنه بتاعته فيها 6 مللي جرام. فحضرتك لما بيجي لك العيان بقى برابط بلس كده، تقوم يديله حقنه ايه اي في 6 مللي جرام، لقيت الاي سي جي ظبط معاك، اهلا وسهلا. الاي سي جي ما ظبطش معاك ولسه العيان عنده تاكيكارديا، تقوم مزود السته دي خليها 12 مللي جرام. يبقى انت بتديله الادريزين على مرتين، 6 وبعدين 12. هيحصل لازم يحصل له اميديت ترمينيشن للايه، للريزم للرابد ريت اللي عنده ده، كويس يا بطل؟ انما بناكد لك بقى ان الادينوزين ده مش هيجيب نتيجه لو كان العيان ده واخد دواء قبله اسمه ثيوفيلين. والثيوفيلين ده جت سيرته بره ولسه هيتشرح لك في الريسبيراتوري. بس الثيوفيلين تفتكر انه بلوكر، بيقفل الريسبتور. ثيوفيلين اللي هو القهوه، الكافيين والثيوفيلين والعيله دي بتتصنف ادينوزين بلوكرز او بيورينرجيك بلوكرز. طب هو الادينوزين كان بيشغل الريسبتور، طب لو كان الريسبتور مقفول بالايه بالثيوفيلين، يبقى الادينوزين مش هيجيب نتيجه. الحاجة التانية اللي بفكرك بيها، ودي احنا شرحناها مع الأوتاكويد، اما قلت لك ان الادينوزين ده بيشغل برضو البيورينرجيك ريسبتور اللي كانت في البرونكاي، زي ما بيشغلها في الهارت بيشغلها في البرونكاي. والادينوزين لو اشتغل في البرونكاي بطل يعمل سيفير برونكو كونستريكشن. يبقى الادينوزين ممنوع منعا باتا في مرضى البرونكيا الازمة. يبقى لو احنا عايزين نلخص 4 جمل على الادينوزين عشان ما يضيعش مني اي ام سي كيو: 1 الميكانيزم بتاعه ايه؟ ده اجونست على البيورينرجيك ريسبتور اللي هو الاي 1 ريسبتور، وبالتالي بيقلل الكوندكشن. طب فايدته ايه؟ بيعمل اميديت ترمينيشن لو كان العيان داخل بايه؟ برابط تاكي كارديا، كويس؟ ينفعني في بعض الحالات بتاعت الولف باركنسون وما ينفعش في الحالات الاخرى. طيب تاخد 6 مللي جرام فولود باي 12 مللي جرام. لو العيان كان واخد ثيوفيلين يبقى ده هيقلل الافكت بتاعه. لو العيان عنده برونكيال ازمه ممنوع منع بات. اتفقنا؟ اخر حاجه بعد ما خلصنا الادويه بقى، في عندك عنوان اسمه نون فارماكولوجيكال ميثودز اوف تريتمنت اوف اريزمي. اكلمك كده على بعض ايه يعني الطرق الاخرى. الحكايه مش بس حكايه دواء، ويا ريت تعالج الاريزمي لو حد سالك في الامتحان. لو انت دخلت تمتحن عند اي ممتحن مثلا واصطادك في الاريزمي، وان كان ده يبقى حظك فيري باد يعني، لان الموضوع صعب. ممكن ممتحن يقول لك تحب يا ابني تعالج اريزمي بدواء ولا بنون فارماكولوجيكال؟ فانت ايه هيتهيأ لك ان كلمه دواء، لان احنا فارماكولوجي. لا، هو احنا نحب دايما نعالج الاريزمي، يا ريت نعالجها بنون فارماكولوجيكال. ليه بقى؟ لان انا في اكتر من منطقه واحنا في الشرح في الفيديو ده واللي فات قلت لك ان كل ادويه الاريزمي بتعالجني من حاجه وممكن تدخلني في حاجه. يبقى كل الادويه الانتي اريزميك تتوصف انها ممكن تبقى برو اريزميك.
يبقى انا بقى يعني انت شفت اهو ان الكينيدين واشباهه دخلوني في الكلمه اللي اسمها تورسات دي بوينتي، اتفقنا؟ ادي اول حاجه. نمره اتنين، ان الميثودز اللي هقول لك عليها دي فيري افيشنت، يعني رائعه جدا، وبتجنب العيان انه يدخل في مشاكل كتيره بسبب الادويه. يا اخي ده مره جه سؤال في كتاب اجنبي كان رائع جدا، قالوا لهم في كتاب الاجنبي ايه، طيار واحد طيار وجاله عنده وولف باركنسون وايت سندروم، عنده تاكيكارديا، ولما جينا نعمل له رسم قلب لقينا ان عنده سبب التاكيكارديا اكسسوري باث واي، هو ده اللي عامل له المشكله، يا ترى تحب تعالجه بايه؟ وحط له ادويه كلها صح، كل الادويه صح تنفع في الولف باركنسون تنفع، انما كانت الاجابه انه مش عايزين دواء، ليزر ابليشن. الطيار ده اتعمل له ليزر ابليشن، ادخل بقسطره احرق الاكسسوري باث واي ده. طبعا اللي بيشتغلوا الشغلانه دي اللي هم الاطباء القلب المتمرسين على استخدام القسطره، مش اي طبيب يعني، فهيدخل بقسطره لحد ما يوصل للاكسسوري باث واي سواء يمين او شمال ويكويه بالليزر. ليه بقى بتقول الكلام ده؟ جيت كده في الجاستيفيكيشن بتاع الاجابه، يعني تلاقي الممتحن كان كتاب اجنبي كاتب للطلبه ايه، يقول لهم ده واحد طيار يعني كريتيكال جوب، فانا حاطط لك ادويه كلها صح وكلها تنفع وكلها حلوه قوي، بس هو انت متخيل ان طيار واحد بيسوق سايق طياره يعني هياخد ادويه انتي اريزميك ممكن هي نفسها تتسبب له في انذر تايب اوف اريزميا؟ ما ينفعش. انما عايز تعالج الطيار ده بقى يبقى نون فارماكولوجيكال، ما تعرضوش لدواء، ممكن الدواء يعمل له اغماءه سينكوب، ممكن يدخله في تورسات دي بوينتي، ممكن يعمل له براديكارديا، ممكن يعمل له اي حاجه، ودي زي ما قلت لك كريتيكال جوب. يبقى كل ما كنت بتعالج الاريزميا بحاجه ما هياش دواء كل ما كنت افضل. واديني قلت لك اهو اشهر مثال للاريزميا اللي بنحب نعالجها بنون فارماكولوجيكال ميثود، لو جالك في ام اس كيو اهو للمره الثانيه، المريض اللي عنده وولف باركنسون وايت سندروم، اكتب جنبها كلمه ليزر ابليشن، قسطره ليزر ونخلص. ادي طريقه اهو. نمره اتنين في العلاج برده، ممكن العيان اللي يدخل لك مثلا برابيد تاكيكارديا زي ما قلت لك، ممكن العيان ده كايمرجنسي ميجر من غير ما تدي، انا قلت لك ان رابيد تاكيكارديا دي ممكن ايمرجنسي ادينوزين، انما ممكن تعمل له حاجه اسمها دي سي كارديوفيرجن. دي سي كارديوفيرجن اللي هو الجهاز اللي انت شايفه في الصوره ده، الجهاز ده له تو بيدلز كده اتحطوا على الشيست وول، ويقوم الدكتور مدي هنا بيسموها ايه، تعرف بلغه الدرجه كده الاطباء الفان يعني يقول لك ايه، يلسعه الدكتور، يلسعه يديله لسعه كهرباء اهو، لسعه الكهرباء اللي بقول لك عليها دي بتعمل ريسيتنج. ريسيتنج يعني لو كان عيان عنده اتريال فلاتر او فايبريليشن، اول ما ياخد الصدمه الكهربائيه دي كل شيء يتظبط، انما هيروح هيقعد يومين ثلاثه والتاكيكارديا تجيله تاني، فاحنا بنمشيه على الدواء اللي اسمه فليكاينيد. فليكاينيد يهمني بقى اقول لك ملاحظه مهمه قوي، قبل ما تعمل الدي سي اتاكد ان العيان واخد هيبارين او انت تديله هيبارين قبلها. ليه؟ لان احيانا بيبقى العيان عنده رابيد تاكيكارديا وعنده مثلا اتريال فايبريليشن، الكلام اللي هقوله ده مش عندك في الكتاب، ويعني ايه هو اذا حبيت تعرفه يبقى كتر الف خير. بعض المرضى بيبقى عندهم الاتريال، عندهم اتريال فلاتر بقالهم سنين، يعني عنده بقاله ست شهور سنه اتنين فلاتر، يعني القلب بيرعش كده، الاتريال بيرعش كده وخلاص، رعشه بسيطه كده، فمفيش افيشنت كونتراكشن، فمن كتر ما الاتريال راكن يقوم يتكون عليه حاجه بيسموها ميورال ثرومبس. ميورال ثرومبس يعني حاجه زي الجيلي كده، طبقه زي طبقات الجيلي، لان الدم اللي بيركن منه ما بيتحركش فيعمل كده. لما انت العيان ده بقى يدخل يجي له نوبه تاكيكارديا ويدخل المستشفى ويبقى لونج ستاندنج اتريال فايبريليشن بقاله زمان بالشكل ده، وعرضه انه يكون عنده الايه طبقه الجيلي اللي متكونه اللي اسمها ميورال ثرومبس اللي قلت لك عليها دي، اما تيجي تعمل له دي سي والقلب يرجع تاني للكونتراكشن تاني، ممكن الايه اما الاتريوم يرجع لطبيعته تقوم طبقه الجيلي دي تتفتت، ولما تتفتت تقوم داخله نازله على مين؟ على الميترال فالف. على مين بعد الميترال فالف يا بطل؟ على الاورطه، ومن الاورطه على البرين، يقوم العيان حصل له حاجه اسمها ستروك. ستروك اللي هو ايه يعني جلطه في المخ نتيجه ان انت ما خدتش بالك. ولذلك قبل ما بنعمل دي سي كارديوفيرجن نتاكد من حاجتين، ان العيان ده بقاله ما بقالوش فتره طويله عنده اتريال فلاتر، ما بقالوش سنين يعني عشان نتاكد ان ما عندوش القصه دي،
كمان انا بديله هيبارين. هيبارين ده انتي كواجولانت. انتي كواجولانت يعني حاجه مضاده للجل، يعني حاجه تزود سيوله الدم. وبعد ما بعمل له الدي سي كمان بفضل ممشيه لمده 4 اسابيع على دواء اسمه وارفارين. هنبقى نشرح لك الوارفارين والهيبارين مع بعض، لان هما الاثنين دول اسمهم انتي كواجولانت دراجز، تحسبا لان العيان يكون عنده المشكله دي وممكن تقلب معاه بستروك زي ما قلت لك وثرومبس. فاحنا بنديله هيبارين قبلها ونمشيه على وارفارين بعدها. ولو كان هو لونج ستاندنج بقى له فتره وانا شاكك ان عنده ميورا ثرومبس، بلاش والنبي دي سي على طول، لا اخره شويه، اديله اي دواء دلوقتي وبعدين يستحسن بلاش دي سي. اتفقنا يا بطل؟ طيب الطريقه اللي بعد كده، ممكن بقى عيان يبقى عنده اي نوع من الاريزميا وريزيستنت وجربت معاه كل الادويه اللي في الدنيا ومش نافع معاه حاجه، او عنده سيريس اريزميا وممكن يموت منك، فيروح لدكتور القلب فيقول له خلاص انت ما عادش لك حل بقى، ما عادش عندك، ما عندناش ادويه لك، احنا هنزرع لك بيس ميكر. الحكايه دي ممكن بقى تلاقيها في الناس كبار السن اللي هو عنده بتبقى خايف ليحصل له صدم كاردياك ديس. انت تاكدت ان الاس اي نوت خلاص ما عادش فيها امل، ولا الاي في نوت عاد فيها امل خلاص، والعيان ده الدنيا ملخبطه عنده، فبتجيب له جهاز صغير كده قد علبه الكبريت يتحط في الاكزيلري سبيس تحت الجلد كده، او ساعات في الشيست يعني يتفتح الشيست كافيتي وتحط الجهاز. الجهاز ده حاجه من الاثنين، هو طالع منه، هو طبعا جهاز صغير كده اسمه امبلانتابل بيس ميكر. ساعات يبقى طالع منه ابره واحده او الكترود واحد للفنتريكل وخلاص، يبقى ده يسموه سنجل تشامبر يعني الكترود بس للفنتريكل. سيب الاتريوم مش مشكله، انما هو بيدي امبلس للفنتريكل بريت منتظم. وفي انواع منه بتبقى طالع منه 2 الكترود، واحده للاتريوم والتانية للفنتريكل، والاثنين دول بيشتغلوا سينكرونس بالظبط، يعني زي بيحاول يقلد النظام اللي ربنا خلقه. يعني تلاقي الاشاره تطلع من الجهاز على الاتريوم تقوم تعمل اتريال كونتراكشن، بعدها على طول تقوم طالعه اشاره على الفنتريكل وحصل فنتريكولار كونتراكشن، كانك عايز تقلد النظام الطبيعي بتاع الكوندكتنج سيستم اللي هو الاي اس اي نود والاي في نود وكده. ده اسمه ديوال تشامبر، ديوال يعني ثنائي القطبيه، بيشتغل كده يعني. ما علينا، عموما انت عندك انواع كتير من الاجهزه دي وموديلات كتير قوي، ويعني ايه الفاريشن فيها طبعا حاجات كتير قوي. اخر حاجه بقى، المريض اللي حصل له كاردياك ارست. كاردياك ارست يعني فجاه العيان قلب وقف، ودي طبعا من اشهر واكتر الاسباب اللي بتعمل صادن ديس اللي هو الموت المفاجئ او موت الفجأة. وموت الفجأة كنا زمان ايه يعني نسمع عنه في كبار السن، دلوقتي موت الفجأة عاد بيجي حتى الناس صغيرين في السن. يا ترى ليه بقى الموت الفجأة ده او الكاردياك ارست انتشر؟ يعني هو له اسباب كتير، بس اكتر سبب يعمل صادن كاردياك ديث او ارست الكوروناري ارتري ديزيز بنسبة 80%. يعني من مجمل الاسباب اللي ممكن عيان فجأة قلبه يقف ويموت، بيبقى غالبا سببها اسكيميك هارت، هو مش واخد باله، ما تشخصتش كويس، عايش بيها طول عمره مش او يعني او جايز مشخصها وبياخد لها علاج، بس برضو تعمل الحكاية دي. 2 تاني سبب للكاردياك ارست تروما، ممكن واحد ياخد بلانت تروما، ياخد خبطة جامدة شديدة جدا في الشيست وول، ممكن التروما دي توقف القلب. في بقى حالة اسمها بروجادا سندروم. ايه بقى بروجادا سندروم؟ اولا بروجادا سندروم دول 2 اخوات كانوا اطباء قلب اسبانيين، اسبانش. سنة 1992 الاتنين اطباء قلب الاخوات دول بروجادا، اسمهم بروجادا براذرز، شخصوا حالة غريبة جدا. قالوا ان بعض الناس بيجي لهم صادن كاردياك ارست بدون سبب. تسمع حتى انت كتير قوي، تسمع مثلا ان ايه واحد سنه صغير 20 سنة وفجأة مات، يقولك جاله كاردياك ارست مع انه ما كانش عنده اي هيستوري بانه عنده اي ديزيز. تسمع مثلا انه واحد 30 سنة وصحته كويس قوي، يقولك دخل ايه ياخد شاور ياخد حمام مات في الحمام. بروجادا الاثنين اطباء القلب الاسبان دول سنة 1992 وصفوا لنا انه العيانين دول اللي عندهم اللي بيموتوا فجأة دول بعضهم بيبقى وارث ميوتيشن في جين خاص بالبوتاسيوم والصوديوم تشانل اللي في الهارت، وعنده ابنورمال اكسايتيشن، عنده مشكلة كده بتحصل اسمها ار اون تي، بس مش عايز ادخلك فيها. المهم يعني
عايزك تفهم كويس قوي ان لما تسمع ان في ولد شاب صغير ما كانش عنده اي مرض وجاله كاردياك ارست، ممكن يبقى وارث الكلمه اللي اسمها بروجاده دي، اللي هو الميوتيشن اللي في الجين اللي له علاقه بالايه، بالتشانلز اللي في الهارت. عارف ده معناه ايه؟ عارف انا بحكي لك القصه الطويله دي ليه؟ علشان ده معناه ان احنا لما بنسمع ان في حد في العيله، واحد شاب كده مات في العيله في ظروف غامضه كده، لازم تعمل رسم قلب لبقيه اخواته، لان الميوتيشن دي اتضح انها يا بطل لو كنت انت عندك فكره عن جينيتك، اوتوزومال دوميننت. يعني ايه كلمه اوتوزومال دوميننت؟ يعني اذا هي عند اخ فمؤكد الميوتيشن عند اخواته كلها، واذا كان في واحد مات فيهم فجاه كده جاله كاردياك ارست، يبقى الباقيين بقيه اخواته عرضه ان هم برضو يجي لهم كاردياك ارست. وهضيف لك كلمه وهقفل الموضوع ده بقى خلاص. هقول لك ان بروجادا سندروم ده وانس ان هو اتشخص في حد ملوش علاج غير انك تزرع امبلانتابل دي فايبريليتور او امبلانتابل بيس ميكر، يعني وانس انك شخصت ان هذا البني ادم عنده بروجادا سندروم، سواء اللي مات ده وعملت اي سي جي لاخواته لقيت اخواته عندهم المشكله دي، لازم اخواته يتزرع لهم بيس ميكر، ارتفيشال بيس ميكر، لان هم عرضه ان يحصل لهم كاردياك ارست ات اني تايم ومن غير سبب. اتفقنا يا بطل؟ يبقى دي من ضمن اسباب الكاردياك ارست. طيب انا مش هطول في الاسباب بتاعه الكاردياك ارست، لان احنا مش هنجيب لك سؤال نقول لك عد الاسباب. ان شاء الله في البطنه ما نيجي نمتحنك في البطنه نقول لك هذا الكلام، نقول لك عد لي الاسباب، انما دلوقتي انا عايز العلاج بقى. كاردياك ارست يبقى انت على طول داخل في ايمرجنسي، الموضوع مش هزار بقى، ده واحد قلبه ايه وقف وعد له بقى، بنعد له بالوقت، يعني كل ما الوقت يمر عليه خلاص يحصل برين دامج. فاحنا هنعمل حاجه اسمها كارديو بالمونري ريسوسيتيشن، اللي هو اللي انت عارفه اللي هي التدليك، اللي احنا بنعمل 30-2 يعني ايه؟ نعمل شيست كومبريشن 30 مع بعد كل 30 مره شيست كومبريشن نعمل 2 بريثس، يبقى ايه ده كان زمان يقولوا 15 واحد، دلوقتي بقى 30-2، اتعدلت الرقم بقى 30-2 خلاص كده. طب سيبك من دي، سيبك من السي بي ار دي، دي هتتعمل. لو احنا بقى بنديله ادويه او هنمشيه على حاجه يعني نعملها له، اكتر حاجه تفيد الراجل اللي عنده كاردياك ارست ده انك تعمل له دي سي كارديو فيرجن اللي قلت لك عليها من شويه، اللي هو الجهاز الصعق اللي بالكهرباء ده، اللي هو اللي انا وريته لك وكلمتك عنه. بنعمل دي سي كارديو فيرجن، نظبط الجهاز على 360 جول، جول اللي هو الطاقه بتاعه الجهاز، لانه بتظبط كده. طيب تعمل له دي سي كارديو فيرجن، كتير جدا من الاحوال العيانين دول او حتى في اوضه عمليات وقلبه وقف، اول ما تعمل له دي سي يرجع تمام خلاص، قلبه بيرجع تاني طبيعي. والله قلبه ما رجعش بعد الدي سي دي 2، تقوم مديله حقنه ادرينالين. وانا مره قلت لك الادرينالين في الحاله دي يتاخد اي في، ويتاخد 1 سي ملي 1 ملي، الملي ده مخفف 1000 مره، يعني الامبوله هي جايه متخففه. الكلام ده احنا قلناه قبل كده زمان في الاوتولوميك. خلاص كده يا بطل، تديله الادرينالين، وبعدين انت برضو ما بتبطلش السي بي ار ده معاك، لان السي بي ار ده هو اللي بيحافظ على حياته. انت كده كانك بتحرك القلب بايدك، بتحرك قلبه بايدك انت، يعني مش تدي ادرينالين وتفضل تتفرج، لا انا بدي ادرينالين وبرضو بعمل السي بي ار بتاعي. العين رجع معايا اهلا وسهلا، ما رجعش معايا 3 اعمل دي سي تاني، اديله صدمه كهربيه بالجهاز تاني. خلاص كده رجع اهلا وسهلا، ما رجعش نمره 4 ادي له حقنه امايو دارون 300 ملي جرام وريد كويس، و200 البي سي ار يعني الحقنه، وبرده انا شغال بالبي سي ار. رجع معايا رجع، ما رجعش نمره 5 اخر حاجه هحاولها دي سي، اعمل له دي سي تاني. يبقى انا كده عملت ايه؟ اديت له ايه؟ دي سي اللي هو كهرباء، وبعدين دواء ادرينالين، وبعدين كهرباء، وبعدين امايو دارون، وبعدين اخر حاجه دي سي. العين رجع معاك بعد كده رجع. عارف بقى لو العين ما رجعش معاك يبقى ده خلاص انتهى امره، ما خلاص بقى كده، يبقى ده خلاص ارستد فور ايفر لو انت عملت الخمس خطوات دول والعين ما رجعش معاك. تاني يا بطل، احنا عندنا شوك درج شوك درج شوك بالترتيب ده اهو، لان انا ممكن اجيب لك ام سي كيو واقول لك عيان جالنا بكاردياك ارست وعملنا له بي سي ار سي بي ار وادينا له وعملنا له دي سي كارديو فيرجن، وبعدين خد ادرينالين ولسه ما رجعش، وات ذا نيكست ستيب؟ لازم اعرفهم بالترتيب كده. نيكست ستيب ان انا اعمل له دي سي. طب واذا كان في السؤال هو عمل له دي سي يبقى النيكست ستيب امايو دارون، طب وهكذا. يبقى الترتيب ده لازم تحفظه كده يا بطل.